شوفوا انا احكي عن برنامج الجبرا، احنا بنعتبره زي مختبر رياضيات يعني باختصار هيك. هلا انا هذا الفيرجن شغال عليه فيرجن 5، في فيرجن احدث منه اللي هو 6 شوي اللوك مختلف، اللي بيكون زي اللي على الموبايلات تلاقي اكثر يعني شاشه الانبوت جاي لفوق هيك يعني مختلف شويه، بس البيسكس كلهم نفس الشيء. خلينا بالاول نطلع على البيئه تبعته كيف صايره. اول شغله في عندنا هون كلمه فيو، شايفينها فيو، هاي الفيو هذه بتقدر تطلع فيها في الجبرا. اذا ضغطت على كلمه الجبرا شو طلع لي هون؟ طلع لي كلمه الجبرا هون يعني زي مستطيل سماه ايش؟ الجبرا. هون اي شيء بتعمله في الانبوت بتكتبه في الانبوت تلاقيه طلع وين؟ في الالجبرا. لما اقول جرافيكس يعني بيرسم رسمات اللي هي البيانيه او الهندسيه، سواء رسم على المستوى الديكارتي او رسم هندسي عادي يعني مستطيل مثلث دائره الى اخره. الان هذول كل الفيو اون اوف. يعني كيف اون اوف؟ يعني ارد اضغط على الجبرا مره ثانيه طلع اختفت، اعمل الجبرا مره هي ضوت، عندك اكس بتسكريها مره ثانيه ظهرتها. ايش كمان في عندي بالفيو؟ في عندي ايش اسمه سبريد شيت. شو سبريد شيت؟ بطلع لي ورقه زي الاكسل، هي طلع كيف. اذا هو صار هنا اذا متذكرين اخذت في المعايير اللي هو ملتيبل انترفيس، طلع هنا كيف عامل اكثر من فيس، يعني عندك الجبرا وعندك جرافيكس وعندك سبريد شيت، كل جايات في مكان واحد. وطبعا هاي ايش بتفيدنا؟ لما بكتب انا مثلا اقتران او بدي اعمل هون معادلات، انا اكون علاقات بين متغيرات، كله بقدر اعمله على الاكسل كاني بعمل اكسل. بس احنا مش موضوعنا الاكسل، سيبونا منه. بس انا جبتها على شكل فيو. طب ايش جرافيك 2؟ يعني بعطيني رسمتين بخليني اقدر مثلا اعمل مقارنه بين شكلين، ارسم هون وهون. خلينا احنا بجرافيك واحد يا سعيد. في عندنا كمان بالفيو عندنا ايش اسمه 3D، طلع بال 3D اللي هو بعطيني اياه انه اشتغل عليه 3D جرافيكس. اذا ضغطت على شريط العنوان تاع 3D جرافيكس طلعوا الايقونات كيف بصيروا؟ بصيروا كلياتهم مجسمات. اذا سكرته زي هيك رحنا المجسمات، رجعنا عمين على شريط العنوان تاع الجرافيكس اللي هو الرسم العادي. طيب الان اول قصه اذا تعرفنا عليها اللي هي ايش؟ اللي هي الفيو. كيف اظهر فيو وكيف اخفي فيو؟ الكاس هذه عباره عن شيء للالجبرا، تقدر تعمل مثلا تكامل مثلا هيك طلع كيف الكاس عشان تعرفوا كيف بتسوي. مثلا ادخل فانكشن مثلا اكس سكوير، طبعا تعرفوا كيف تدخله بالهذا، لازم انجليزي طبعا، المعادلات والرموز لازم كلها بالانجليزي، يعني حتى لو بيقبل عربي هو في اشياء. شوف لما اعمل اكس سكوير زي هيك طلع شو كتب لي اكس سكوير. تقدر هون تيجي مثلا تقول له اعطيني تكامل الاكس سكوير، شوف لحاله طلع شو طلع على هذا. من وين جبت هاي؟ من الكاس. اذا سكرت على الكاس خلص راحت. هون طلع لي نمبر، هاي احذفه ديليت. من هذول الاشياء العاديه يعني. اذا اول قصه انه انا عندي اكثر من فيو للجوجبرا، هاي اول واحده. الان نيجي على القصه الثانيه، في عندنا الاوبشنز تاعته. اني انا بدي مثلا لما يقيس القطع مستقيمه، يقيس زوايا، يقيس شيء، كيف يقيس؟ يعني يقيس المقربات لمنزلتين عشريتين. بدك اياه بدون منازل عشريه لاقرب عدد صحيح بتحط صفر. بدك اياه اكثر دقه اكثر بتعطي ايش؟ كم ديسيمال بوينت بدك. عندك الليبلنج يعني كيف؟ انت لما تحط نقطه بروحوا بالاخير مسمي لك اياها مثلا نقطه A نقطه B. فهون حاطينه اوتوماتيك انه ايش يعمل؟ يسمي ما بدك، انت بتختار انه ما يسمي الا حتى لو حط اسم هو من عنده وانا حبيت اعدله بعدين بعدله، ما عندك مشكله. في عندنا الفونت سايز، انا مختاره 28 بس عشان يكون كبير مبين. اللانجوج هذه عالم لغات، كل هاي اللغات مدعومه عنده. هسه لو اخترنا عربيك، شايف العربيه هيك طلع الشريط كله تحول ايش؟ كله تحول عربي. مره ثانيه من وين جبتها؟ جبتها من عند خيارات اللغه واخترت ايش؟ عربي. انا صراحه راح اشتغل بالانجليزي ما راح اشتغله بالعربي لانه مش كثير متالف معاه بالعربي.
بالانجليزي بيظلوا بالنسبه لي اسهل انا، لكن نفس الاوامر يعني. الان القصه الثانيه، انا مكتوب هون، مكتوب عندي سايند ان از دكتور مفيد ابو موسى. ايش سايند ان يعني؟ طب هو اوف لاين هذا. هذا انا يعني عندي اكاونت مع مين؟ مع الموقع تاع الجيوجبرا. شوف لو رجعنا هون على الجيوجبرا، دخلت على الموقع تاعهم، وهذا انصحكم تعملوا اشتراك معهم. شايفين كيف؟ في هون كلمه ساين ان. لما تعمل ساين ان، انا داخل على الجوجل تاعي بالاكاونت تاعي، يعني هذا بيطلب منك تعمل حساب معاهم. كويس، هي طلعت صورتي، طلعت الاشياء اللي مسوي فيها. هون راجع على الريسورسز في الموقع تاعهم، بعطيك هنا كل الريسورسز اللي مسويات حسب المجال المحتوى تاعه. يعني بدك جيومتري، بدك ماث بشكل عام، بدك تريجونومتري اللي هم الجيب والجتل، كالكولاس، بروبابيليتي، الجبرا. ايش بلاقي جواتن هذول؟ بلاقي وسائل تعليميه جاهزه. يعني مثلا الجيومتري فرضا، نفترض انا بدي عن السيمتري او عن وات ايفر، شو بدكم اياه؟ كونستراكشنز مثلا، اللي هي الانشاءات الهندسيه، اذا ضغطت عليها زي هيك بعطيكم طلع كيف وسائل تعليميه ناس مسويينها بلغات مختلفه، بلغات مختلفه مش بلغه واحده. كويس، ما فهمتش. احكي احكي، افتح اللي بده يسال سنه، احكي سنه يعني، افتحي ماكك وقاطعيني. دكتور انا عندي الواجهه ما فيها فايل وعرض وهاي الاشياء مش موجوده، هل انا بكون خفيتهم ولا الفيرجن نفسه بكون بدي احدد يعني؟ ممكن. لا لا مو شرط، انت بكون فيرجن 6 اللي معاك الاحدث. انت ايش الفيرجن اللي معاك اول شيء؟ هذا السؤال. ما بعرف، انا نزلت بصراحه مش عارف اي فيرجن اللي عندي، ما مش مكتوب على لا 6 ولا رقم الموقع لما نزلتي هذول. دكتور هذا فيرجن 6 بس هو بتلاقيه من الاوبشن على اقصى اليمين. فهمت. هو فيرجن 6 اللي معك. نزلتي هذا جيوجبرا 6 انت، هذا اللي نزلتيه ولا على الموبايل انت بتشتغلي؟ لا لا شكلي، لا شكلي انا، لا والله على اللابتوب بس شكلي مش منزله الفيرجن 6. يعني ارجع انزل الفيرجن 6 بكون انا اللي قاعد هو بتلاقيه فوق على ايدها اليمين على اخر شيء في ثلاث خطوط فوق، فبتلاقي بالزبط. كل هاي الاشياء عندها مزبوط، هذا بفيرجن 6 هيك صحيح. بفيرجن 5 بنرجع. روان روان خلص جديد. لقيت تمام دكتور. تمام. الاثنين هذول التو فيرجنز ترى زي بعض، يفرقوش عن بعض، بس انه الفيرجن 5 يعني اللي هو اللي قاعد بعرض فيه انا الفيرجن 5. هسه انا اللي قاعد بدلكوا عليه انه انت لو بدك ريسورس شيء معين وتدوري عليه، نفترض بدك تدوروا على ايش بتحب وسيله تعليميه مثلا، عن ايش؟ محيط الدائره مثلا، مثلا اريا. طبعا انا بدور بالانجليزي لان بلاقي اشياء اثريه، ممكن تكتبي بالعربي وتلاقي ترى اوف ا سيركل. ها طلع، بس عملت هون بالسيرش طلع شو اعطاني؟ وسائل تعليميه على ايش؟ على السيركل. هون طلع فيني لي اسم، هون قاعد بيطلع لي اسم، يعني هذول انشطه انا مسويهم. هسه هون بصير تطلع اسماء ناس ثانيين مش الي، ناس مسويينهم. فانا مثلا جيت على وسيله من الوسائل، جيت عرضتها، وهذا بقول لكم يعني انه هاي الوسيله ممكن انت بدل ما تروح تنشئ الشيء اللي موجود، الا اذا انت بدك تتعلمي يعني، بتقدر تنزليها وتعملي لها ايش؟ داونلود عندك. هاي وتعملي تشتغلي عليها ايش؟ اوف لاين. تشتغلي عليها كله كامل اوف لاين. وهاي طبعا دايناميك، لما تغيري هيك طلع كيف بتغير قاعد معك، بده فاهمك وانا ايش مفهوم مساحه الدائره. طبعا في وسائل كثير زي هاي، في كثير وسائل زي هاي، هاي بتقدر تعملي لها داونلود وتنزليها عندك. هسا في الريسورسز مره ثانيه، في عندي انا هون كلمه ماين، شايفي هون كلمه ماين. ماين يعني هذول اللي انا منشئهم، هذول انا مسويهم ومشارك الناس فيهم، بستخدمهم لما اجي اشرح شيء او درس او كذا كوسيله تعليميه، بدل ما اقعد اسوي انا بالجيوجبرا من جديد، بستخدم الوسائل اللي انا اوريدي
مسوين او مجهزين. طب انا ليش لازم اتعلم ما دام في ريسورسز هالقد موجوده ومتاحه وسهل علي الشغل؟ لانه انت حتى لو عندك وسيله وحابب تعدل عليها بدون ما تعرف على الجوجبرا ما بتقدر يعني تفهم كيف تعدل عليها. هاي رقم واحد. رقم اثنين، انت لازم تعمل اكاونت عشان اذا انشأت وسيلة وبدك تشارك الاخرين فيها تودي لهم اياها لازم ترفعها وين؟ على هذا الموقع. بس وريكم كيف بسويها، كيف ممكن نرفع اشي. هسا بالاول وانا خلينا نتعلم اشي عميق اكثر، بس هيك مرينا على الواجهة. نيجي هنا بالايقونات اللي هون، هذول عبارة عن ايقونات الاساسية. بدل ما اقعد اشرح فيهم خلينا نشتغل شغلة، ومن الشغلة بنتعلم عليها. شو حابين نشتغل مثلا؟ ننشئ ايش؟ احنا نتعلم انشاء عشان نفهم فكره البرنامج كيف صايره. بديش اشغل اقترانات انا هالسعيات. اللي بدكم تشتغلوا اقترانات بشتغل اقترانات، اللي بدكم اياه بتشتغلوا. يعني بتحبوا نشتغل هندسه ولا نشتغل اقترانات؟ ايش اللي حابينه؟ شوف دكتور، لو اقتران احسن لانه الهندسه يعني الواحد بجرب تطلع معه. لا والله مش صح. لا مو صح. شوفي خلينا نبدا ناخذ اثنين، ناخذ اثنين بالضبط، ناخذ اثنين بشكل سريع. طلعي اول شغله بدي اسويها مثلا، بدي انشئ انا ايش؟ متوازي اضلاع. حلو، ما بدي اعملها بالحظ. ولاحظ انا مش عامل جريد، يعني لو بدي اظهر الجريد والكوردينيتس اللي هم السين والصادي بس رايت كليك على اي مكان في الجرافيك بعطيك الاكسس وبعطيك الجريد. انا ما بدي اياهم هذول السعيات، بدي الغيهم. الاحظ اغلبه اون اوف. كيف بدي ارسم متوازي اضلاع؟ هون البرنامج هذا شغال صراحه شيء بالفكر، يعني لازم يكون انت فاهم التعاريف. اعرفي لي يا روان شو متوازي الاضلاع؟ كل ضلعين متقابلين. انا حكى لي انا. يلا انت اي حدا يلا. اوكي، كل أول شيء أعرف المستطيل، كل ضلعين متقابلين. لا ما بدي مستطيل، احكي لي متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع هو كل ضلعين متقابلين. لا مش كل ضلعين، كل واجهتين نحكيها، كل ضلعين هم ضلعين. أوكي بس بنسميها كمجسم كل لا مش متوازي مستطيلات، متوازي أضلاع. عفواً متوازي أضلاع بالضبط، كل ضلعين متقابلين متساويين. طب هو شو قبل ما تقولي كل ضلعين هو شكل رباعي ومتوازي بالضبط. هو منحنى شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين. إذا نحن هذا بنرسمه ومتساويين في الطول على فكرة. طبعاً أكيد، بس أنت ما في داعي تقولي متوازيين ولا عفواً متساويين في الطول وشيء راح يظهر. بالضبط، هاي استنتاج بالضبط. طيب احنا خلينا نبدا بانشاء قطعه مستقيمه. شو راح تسوي؟ جيت على الايقونه هاي لاين. ايش يعني لاين؟ خط مستقيم يعني ممتد من طرفيه. سيجمنت يعني قطعه مستقيمه. سيجمنت وذ لينث يعني قطعه مستقيمه بطول محدد. راي يعني شعاع. فيكتور يعني ايش؟ متجه. خلينا على الرئيسيات. احنا انا بدي انشئ متوازي مستطيل متوازي اضلاع، اذا انا بحاجه لقطعه مستقيمه بغض النظر كم طولها. بختار القطعة المستقيمة هيك، بعدين أشوف لحاله سمالي إياها إيه، بادي من إيه، وبمشي فيها وبحطها هيك. صار اسمها إيش؟ A B. شايفين طبعاً إيش سويت؟ بدي أحركها على السهم، السهم للتحريك. بقدر أغير طولها؟ نعم بقدر أغير طولها، بحركها وين ما بدي. إذن هي دايناميك. قديش طولها هاي القطعة A B؟ آه 43 بين عندك دكتور. هي يعني شفتيها 5 5 و 98. هو لحاله بيقيس لي الطول، هو لحاله بيقيس لي الطول. وشو مسمي الطول؟ اف. هسيات انا بدي اعلمكم شغله كيف تتحكموا في الشكل. اذا اول شيء هذا بدنا نتفاهم عليه انه فري اوبجكت. شو يعني فري اوبجكت؟ يعني هذا حر الحركه. مين النقطة الأساسية اللي كونت هذا الشكل؟ الـ A. طب سؤال، لو حذفت الـ A إيش بصير؟ راحت القطعة. طب ليش راحت القطعة يا جماعة؟
لأنه مركز القطعة، بداية القطعة. لا، لأنه القطعة أنشئت لأنه النقطة منه. موجودة. أيوة، فمن تو طلع كده. شوف المصطلح شو بيقولوا. بيقولوا عن الـ A هي الفاذر، هي الأصل، الأب. والقطعة المستقيمة ها شو؟ بنتها. يعني إذا الأب راح، الابن شو بصير فيه؟ بيختفي معه، لأن أنشأته منه، مش بشكل حر، أنشأته منه. طيب، وحكينا إنها دايناميك. شو يعني دايناميك؟ يعني حركة الحركة. طب ليش في الألجبرا حاطط لي كوردينيتس؟ هو مش فاهم أنا، يعني إيش إيه اثنين فاصلة أو سالب كذا واي ثلاثة؟ هو بتخيل إنه في محاور. يعني هون في البوينت لما نقول الجبرا، هذا بنسميه تمثيل هندسي للقطعة المستقيمة اللي هون في الجرافيكس، واللي هون بنسميه تمثيل الجبري للقطعة المستقيمة. وصلت؟ عيد شو بحكي؟ وصلت لي تقاطع الاكس والواي. ايوه، يعني هو دكتور هلا إيه؟ انا صراحه مطلع المحاور ومطلع الورق المربع اللي تحته. شيلي اقول لك كيف تيجي رايت كليك عليه. بعرف بس اذا شلته راح يطلع معي هذا الاوبشن. هذا في الالجبرا راح يطلع لك بالضبط، راح تلاقي الاي كبوينت. دكتور انا حذفتهم. لا مش حذفتهم بس هاي المعلومات ما طلعت لي. اقول لك وين بتطلع لك انت بال6 صح؟ عندك الفيرجن 6. تمام صحيح. بتلاقيه موجود يا تحت يا على اليمين شيء زي هيك، او روحي على الفيو وطلعي الجبرا. هاي هاي بفيو. تمام الجبرا. الجبرا تمام. أيوة. المفروض يطلع لك هذول. ليكو تمام. لازم صحيح. يطلع صحيح طلع. هلا بغض النظر يعني تحطيهم على اليمين على اليسار مش قضيه، احنا اذا تمام. هو على طول هذا بيفكر كيف بيربط الهندسي بالجبر على طول لحال. الآن أنا لو ما بدي أف هاي تظهر على الرسمة، باجي ببساطة هون شايفي على الأيقونة تاعتها شو بعمل؟ كليك على النقطة هاي، شفتيها؟ هيك أنا سويت، أخفيت القطعة المستقيمة، ما لغيتها ما عذفتها. في فرق بين ديليت وبين إخفاء. أنا هيك أخفيتها، هيك أظهرتها النقطة بي، أخفيها. دكتور ممكن كمان نكبس عليه نفسه بحيث إنه رايت كليك هسيت. احنا عدت تعملي رايت كليك لازم تتأكدي انه الماوس وين الماوس اللي معك الموف، يعني على السهم الابيض. هلا بدنا نيجي على اي اوبجكت. الكلام اللي راح احكيه الان عام، يعني مش بس على هاي النقطة اللي بدي اسويها، على كل اشي راح اسوي. باجي على النقطة بي. هسا بالفيرجن الجديد تطلعي هون بعطيك تغيري اللون، بعطيك تكبري حجمها، تغيري شكلها، تحطيها اكس مثلا، تحطيها زي هيك. شايف المنظر هذا؟ يعني نوع من التزيين، يعني بتكبريها، شايفها بيخليك الحجم تاعها. تظهري منها تخليها هايت ولا تظهري اسمها بس، ولا اسمها وفاليو تبعتها او الفاليو بس؟ كيف يعني فاليو وفاليو بس؟ لما تحطي نيم اند فاليو طلع شو اعطاك؟ اعطاك النقطه والاحداثيات تاعتها. إذا اخترتي إنه يظهر بس اسمها أعطاك بي، إذا اخترتي بس الفاليو أعطيك الإحداثيات. إذا اخترتي إنه ما بدي ولا من هذول، أنا بدي أسميها اسم من عندي، بختار من عند كلمة كابشن. شايف كلمة كابشن هاي ما ظهرت عندي هون، فشو بضطر بسوي بهاي الحالة؟ بعمل رايت كليك على نفس النقطة وبروح على إيش اسمها Object Properties. نعيدها من وين جبتها هاي؟ نعيدها مرة ثانية. باجي على النقطة، بنرفعها لفوق شوي، هاي النقطة بي، رايت كليك عليها Object Properties. في Object Properties تقدري تشوفي اسمها ايش، شو الفاليو، ايش اللي بدك تظهري انت. انا بدي اظهر الكابشن. طب ايش الكابشن؟ انا بدي اكتب عندها هون عند النقطة هاي اسم معين، انا بدي اسميه زي ما بدي، بدي اقول عنها مركز الدائرة فقط، مركز الدائرة، هيك بدي يظهر عليها. كويس؟ بقدر أغير الكلر، بقدر أغير الستايل، يعني إنها ثيك ولا إشي، نوع النقطة، هذول اللي شفناهن من الشورت لينا. طب بلا خلنا نشوف شو بصير بعد ما أخلص من القصة هاي. طلع شو كتب لي هون؟ مركز الدائرة. هسا لو أحرك النقطة
طلعوا كلمة مركز الدائرة بظلها تركض معاها وين ما تروح ماشي معاها. بس دكتور أنا ما عم بيزبط معي. ليش؟ ما بعرف، عملت رينيم. إحنا عنا إياها رينيم. لا لا مش رينيم، أنا ما رحت على الرينيم، ركزي معاي. أوكي. رايت كليك. رايت كليك. هو رايت كليك. تمام تمام. أوبجكت بروبرتيز. ما في. روحي على البيسك. أروح على السيتينج. روحي على السيتينج. السيتينج. تمام. اللي هو بيسك. رحتي على البيسك. في عندك هون شو ليبل صح؟ اوكي شو اوبجكت شو ليبل وشو انا عندي شو ليبل هسه بتقدر تظهري النيم يعني مثلا نقطه بي النيم اللي هي نقطه بي شو مكتوب بي او نيم اند فاليو اللي الكووردينيتس اللي هم الاحداثيات مع ليش مع الاسم من نقطه بي احداثياتها القدي او الفاليو بس او الكابشن الكابشن هذا اوبشنال انت بتكتبي هون اللي بدك اياه في الكابشن الاسم اللي بدك اياه في الكابشن فانا بدي اظهر الكابشن شو بعمل بكتب الكابشن اللي بدي اياه انا حطيتهم كلمه مركز الدائره بس شو الميزه اللون كل ما احرك كل ما احرك كلمه مركز الدائره بتلحقها نفس الكلام بقدر اعيده على مين على مثلا القطعه المستقيمه هالمره اخترت القطعه المستقيمه وعملت رايت كليك عليها باجي على الاوبجكت بروبرتيز برضو نفس الكلام بقول لي بدك تظهر الليبل اقول ما بدي اظهر الليبل انا شيلها بدي اظهر الليبل بحط صح تك عليه ما بدي يظهر الليبل بدي يظهر الفاليو انا هلو بدي الستايل تاعها يكون ثيك بدي اياها تكون مثلا لاين ستايل تكون ايش كونكتد او سوليد او وات ايفر بتصير تختاري انت بدك منقطه مقطعه بدك ديكوريشن عليها علامه يساوي هيك علامه يعني او علامتين مثلا او توازي علامه توازي هذا اسمه ديكوريشن هاي سويتها مين للقطعه المستقيمه طلع شو عمل هون طلع شو عمل عليها بدي اغير لونها ممكن من هون بسهوله اغير اللون إذا بدك إياها لون ثاني غير هذا اللون كليك عليها اختاري من هون مثلا لون أخضر فيغير لك اللون كل التوابع إلها بتغيروا من نفس اللون وطلعي هون على الألجبرا أخذت نفس اللون أنتم ملاحظين كيف؟ طيب نغير على A شو بك تحطي على A؟ نفس الشيء Object Properties بقدر أعملها Thick بقدر اعملها مثلا بدل ما هي دائره مغلقه اعملها مثلا معين شيء زي هيك باجي على الكلر مثلا بدي احطها زرقاء غامق الى اخره بتلعب فيها في البيسك اذا بدك تظهر النيم او ما تظهر النيم انت حره ما بدك الليبل يظهر يعني ما بدي الاسم يظهر ولا الفاليو ولا شيء شيليها خلص طلع كيف صارت هسه هسه لما تحركي كل شيء بيتغير قاعد مع مين مع الحركة طب احنا بدنا نسوي ايش حكينا هاي كلمة مركز دائرة بطلت لها معنى ما لهاش معنى خلينا نغيرها شو بدنا نحطها مثلا الرأس بدنا نسميها خلينا نقول هنا رأس نشيل هذا هو ببين عندك العربي هنا مكسر صح بس هو عادي يعني رأس متوازي الأضلاع شوف كيف جاب لك اياه كتب لي اياه زي ما انا بدي حركه بس هذا طلع كيف بظله شابك مع النقطه طيب الان شو بدنا نرسم هاي رسمنا قطعه مستقيمه بعدين شو بدك كيف بدنا نكمل قطعه موازيه قطعه موازيه له بدنا ممتاز لازم تجيبي قطعه موازيه له انا هذه بدي اغيرها بس معليش بصير نخليها هيك دائره مغلقه احسن خليها كيف بدك تجيب نقطه موازي له طب ما هو يعني انا بقدر ارسم موازي فوق موازي تحت موازي هون موازي هون مش خياري اذا ارسم موازي كوبي بيست هلا في لا ما في كوبي بيست اوعك تعملي كوبي بيست ليه لان الكوبي بيست هو ما بيكون ريليتد مع الشكل ما بيكون بيلت اون اللي هو ذا سيم شيب يعني بيكون زي كانه سيبريتد كانه صار فري
لا انا بدي اياه كله ينبنى على هاي القطعه. طلع شو راح اسوي يا روان؟ دكتور كانه في خيار بارلل لاين. لا طولي بالك، قبل بارلل لاين بالاول لازم ارسم القطعه المجاوره. ماشي، انا قبل ما ارسم بدي ارسم قطعه مجاوره. شوفي انا هون بديش اعمل ديكوريشن، بس الديكوريشن خلص انا لكم. اها كويس، هدن ما بدي الاسم يبان. بدي اقول لك شو بدي يبين، بدي يبين هون، بدي يبين الفاليو، بيهمني الطول اكثر انا من الاسم. كويس، هلا هاي كمان القطعه مالها صاير زي فري، بس هي مش فري لحالها. طلعي لما نغير القطعه هذه، طلعي هاي القطعه كمان قاعد تتغير، بس مين النقطه اللي شبكتها؟ الراس هذا الاحمر. هسه لو الراس الاحمر انمسح انحذف شو بصير فيها؟ هاي بتروح. لا بتصير حره. اه ليش بتروح؟ لان هي انبنت عليها، لانها هي الاساس. اه هذيك اساس، الحمراء هي الاساس وهي انبنت عليها. شوفي انا هنا حر صرت. هلا بصير افكر بالتوازي ستي. يلا خلينا نفكر بالتوازي. بدك ترسم الان موازي لمين؟ للقطعه اللي تحت ولا للقطعه هاي؟ حتى الاوبشن كامل. اه حتى ترسم الموازي بلزمك، بلزمك تيجي على اللاينز تختاري بارلل لاينز. في بالضبط الانعكاس. لا بارلل توازي. توازي إيه. بس ما بتفرق اي خط نختار. اي خط مستقيم. بس فكره التوازي حتى ترسمي طلع، بس تعملي هيك تحركي الماوس بعطيك كومبو. شو بقول لك؟ سيلكت بوينت اند بارلل لاين. يعني حتى ترسمي موازي ما بصير ترسمي بالهواء. اها لازم تختاري نقطه وخط، نقطة وإيش؟ وخط، أو خط ونقطة. يعني مثلا أنا فعلت الموازي صح؟ دكتور هو من اسمه اختار الخط بينبنى على بعض. اخترت الخط وجيت وين اخترت؟ ما بصير أعمله هون أي مكان. اه لعند السي. إذا عملته هون أي مكان بيعمل موازي هو، بس هو مش ريليتد مع النقطة سي هاي اللي فيها سي. لازم أنا بديها مع سي نفسها. هسا صار موازي، هذا خط مستقيم. طلعي شو اللي استفدته من القصة هاي؟ لأن حركي هاي طلع هذاك كيف بتحرك. آه طب كيف بدي أحدد طوله يكون نفس الطول المقابلة؟ هسا يكون نفسه. خلينا نغير الديكوريشن على هاي. كيف أغير الديكوريشن؟ يلا بس مراجعة. رايتك لك. رايتك لك. أيوة أوبجكت. باجي على الستايل، دائما الديكوريشن بيجي من الستايل. معلش دكتور لساتها ما زبطت معي. علامة التوازي لازم تزبط. والله ما زبطت، ما بعرف ليش. هو الفيرجن 6 ترى شوي خيارات بده شوية مختلفة شوي، بس هي موجودة، أكيد موجودة، أكيد موجودة، بس بدها هيك تدوير. بدي تدوري عليها. بالضبط. طيب. بدي أدور عليها. خلينا نعمل على هاي القطعة المستقيمة اللي هون كمان ديكوريشن. الديكوريشن تاعها بدي أعمله برضو نفس الإشي، بدي أعمله متوازي بس أبو ثلاثة، يعني بدي أعمله أميزه. هاي حطيته هيك. الآن بدي أرسم خط موازي لهذا الخط اللي هو 4.04 يمر بهاي النقطة، صح ولا لا؟ نفس الشيء. يلا نفس الشيء. اختار بارلل. هالمرة بدي أختار النقطة بالأول بعدين الخط، بفرقش. شوف شو رسم، رسم موازي. حركي هسا شوف بالله، شوف كله بيتحرك مع بعضه، بحافظ على الموازاة. هسياد نيجي على سؤالك. انا ما بدي خطوط، بدي قطع مستقيمه. شو باجي بسوي؟ باجي على البوينت بختار في جسمه انترسكشن. الانترسكشن شو بتعطيك؟ تقاطع اي قونتين، اي جسمين عندك. انا بدي قاطع هذا الخط مع هذا الخط، هذول الخطين بدي قاطعهم مع بعض. باجي على نقطه التقاطع بعمل شو؟ كليك نقطه. طلع شو لونها اجى النقطة هاي؟ طلعي لونها كيف صار؟ رمادي. ليش؟ لأنه هاي مش فري اوبجكت، طلعي هاي مش فري اوبجكت. هاي اوبجكت معتمد على مين؟ على الخطين المتقاطعين. طب أنا هذول الخطين ما بدهم يبينوا، شوف طلعي هاي لو تحاولي تحركيها ما بتتحرك. شوف هاي بحاول أحركها ما بتتحرك. ليش؟ لأنها تابعة لمين؟ للباقي. طلعي. هي بتتحرك مع حركة الخط، أما هي فري مش فري، ما بتتحرك لحالها. أوكي
الآن كيف بدنا نلغي الخطوط؟ بس ما بدنا نحذفهم. في عنا طريقتين يعني، يا باجي رايت كليك عليه هيك وبقول له مشون شو أوبجكت، شيل الشو أوبجكت، أو باجي على الألجبرا بختار الخط. هيا تطلع هون، طلع كيف الخط كاتبه هو معادلة، حتى نسميه لاين، كاتب معادلته يعني. باجي على النقطة هاي الزرقة هون بشيلها. هل أنا حذفتهم الخطوط؟ الجواب لا، أنا كل اللي عملته أخفيتهم بس، هايهم موجودين ما حذفتهم، لأن لو حذفتهم النقطة السوداء هاي دي بتروح اختفي. الآن شو راح بسوي؟ بنشئ قطع مستقيمة تمر بين سي ودي وبين دي وإي، هيك صار الشكل هذا مليون بالمية شو هو؟ متوازي. متوازي. خلينا نظهر قياسات هذول القطع، هاي الفاليو، ونظهر القطعة هاي قديش الفاليو، ونحط عليها ديكوريشن زي ما سوينا بهذيك، ونخلي لونها أخضر زي نفس اللون، نجي على الكلر عشان يصير زي بعض يعني، إن هذول جيات من نفس النوع، عارفي كيف؟ ونيجي على الديكوريشن ستايل تاعها، اختار لها ثنتين. هاي احنا اظهرنا هاي، ترى كيف صارت زي هاي. وهذا شو بدي اعمل لها؟ بدي اعمل لها ديكوريشن زي هذيك. هاي نوع من التزيين، بس مجرد تزيين على الشكل. اوكي، هلا هذا المنظر صار شو ماله؟ منظر متوازي اضلاع. شو الفكره اللي انا هون قاعد بركز عليها؟ بركز عليها انه انت البناء هون مش كوبي بيست، هو ماث، يعني انت بتفكر بالماث 100% قاعد. اوكي، انا هيك انشأت متوازي اضلاع، وبقدر اشوف خواصه بكل سهوله انه هذول متطابقين في شوف اطوالهم نفس الاطوال. بقدر اوصل الاقطار صح. ممكن اظهر كمان قياسات الزوايا دكتور؟ كل شيء ممكن اظهره، ممكن اقيس الزوايا. يعني لو شلنا هون نعمل كنترول زد، انا شايفين هاي، هاي للميجرمنتس انجلز، انا بدي اقيس الزاويه اللي هي هاي اللي راسها، الزاويه اللي راسها مين؟ الحمراء، هاي النقطه الحمراء. يا اما بختار ضلع مع ضلع لحاله بقيسها، او ثلاث رؤوس او ثلاث نقاط بالضبط، ممسك نقطه نقطه نقطه. بس في شغله بدنا نحكيها دكتور، معلش بس الزاويه كيف طلعت معكم؟ الزاويه بتيجي من هون، شايفه انجل من هاي ومجرد ما اضغط على الزاويه بيعطيني قياسها. اني زاويه؟ على ضلعين. يا ضلعين يا ثلاث نقاط بشكل سيركل، يعني طلع كيف. بيكون الراس بالمنتصف، بخليها بالنص اللي بدي اقيسها بخليها. ايوه بالضبط. طلع شو سوى هون، في قصه بالكتب كويس انه هو بقيسها 360 درجه، ترى بقيس زاويه كامله. يعني انت هون لازم تيجي على كل زاويه من الزوايا تتاكد من البروبرتي تاعتها. روحي على البيسك هون، شو بقول لك هون؟ الانجل بتوين 0 اند 180، انا مختار انه من 0 و 180، بس هو باي ديفولت بتكون من 0 ل 360. يعني هذا بقيس يا اما دوران مع او ضد عقارب الساعه، بس انا مغيره بعدين بحكي لكم كيف. هاي قصه طويله كيف انه 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 بس يقيس لي ل 180، يعني ما يطلع من 180، لكن في مرات تلاقيه مطلع لك اياه 240 235. اي طب شو 235؟ ما هي هاي مثلا حاده. هو شو بقيس؟ بقيس البرانيه المعكسه. انا ما بدي اقيس المنعكسه، انا بدي اقيس اللي جوانيه وبس. فهمت كيف الفكره؟ اذا انا كاني اخذت كل الميجرمنتس القياسات اللي بدي اياهم، وهي يقص لي كل شيء، وبقدر اتاكد انه الزوايا هاي شو مالها، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين. وبقدر العب في البروبرتي تاعتها، يعني بدي اظهر القياس بظهره. شوفي هون لو جيتي على الاوبشنز وجيتي على الراوندينج وقلت له زيرو ديسيمال بليسز، طلعي شو سوى؟ قرب كل الزوايا، قرب الزوايا لاقرب عدد. شفتي كيف؟ قرب
الزواج. طب دكتور انا بدي اسال لانه انا غيرت من اللابتوب للتليفون عشان النت، الشرات التوازي انت ضفتهم ولا هو تلقائي حطهم؟ لا انا حطيتهم. انت ضفتهم. أنا من ضفت. اي امر من وين؟ من الديكوريشن. هيو طلعي كيف تيجي. ديكوريشن رايت كليك اوبجكت بروبرتيز ستايل. اها ستايل في شيء اسمه ديكوريشن. شفته. فهمت كيف الفكره؟ تمام. انا بس لاني غيرت من اللابتوب. هاي تزيين، يعني هاي عباره عن تزيين، كلياتها عباره عن زيني تلعبي فيها لعب، لكن الفكره الاساسيه صراحه من الجوجبرا ان كيف تبني البناء نفسه، الماث اللي وراه كيف انبنى. هاي اخذنا مثال على شيء بسيط يعني. طبعا بس اخلص منه بقدر اني اخذه وين؟ على الوورد، احطه على الباوربوينت، احطه في برزنتيشن، احطه وين ما بدي، صح ولا لا؟ كيف؟ في عندك بالفايل هنا لما تيجي على الاكسبورت مش سيف، سيف بيعمل وركشيت بيظلوا دايناميك، بيظلوا محافظ على كل الايقونات اللي قدامكم هاي، لكن اذا قلت له اكسبورت طلعوا في الاكسبورت، في عندك هنا اكتيفيتي، هذا اللي بنطلعه على الويب. شفتوا كيف اللي وردتكم اياه الموقع اللي داخل عليه باسمي وانا داخل هنا سايند از دكتور مفيد؟ شو يعني؟ يعني انا بقدر استعيات ارفع هذا النشاط وين؟ على المخزن تاعي اللي موجود على الجيوجبرا تيوب، لكن انا ما بدي، انا بدي اوفلاين واعمله صوره، طلع هياته صوره، بقدر اعمله از انيميتد جيف. ايش الانيميتد جيف هاي؟ خلينا نخزنه بالله انيميتد جيف. هون بيكتشر يعني ستيل بيكتشر، صوره عاديه بينج او مثل هيك، تعملها انستول جوا الباوربوينت جوا اي برنامج. هون اللي متعملي view as animated gif طلع كيف؟ بقول لك قديش بدك السلايدر export، وين بك تخزني؟ بدي احطه على الديسكتوب. ايش اسمه؟ تيست مثلا بدي اسميه انا. يعني بتقدر تخزني بعده صيغ، بس هم هسه صاروا يعتمدوا الصيغه الرئيسيه. ايش هي الصيغه الرئيسيه؟ انه ترفعي على الجيوجبرا تيوب، ترفعيه وين؟ على الجيوجبرا تيوب. هيك الفكره تبعته. ما بطلوا يرفعوا يعني اوف لاين، كله اوف لاين. اللي بده يشتغل اوف لاين بده يشتغل يعني يكون الاثنين عندهم جيوجبرا، يشتغلوا اثنين مع بعض على الجيوجبرا. هسه بتهمنيش انا هاي كثير، بتاخذ وقت شكلها، شباب بتطول قاعده. تعرفين شو الانيميتد جيف؟ انا ليش اعطيتكم انيميتد جيف؟ لانه احنا قاعدين نشتغل على يعني شيء زي المالتي ميديا، بدي اياه الفيديو يصير اخلي الصوره دايناميك زي الرسوم المتحركه بالضبط من خلال الجيوجبرا نفسه. راح ياخذ وقتها هسه قبل ما يصدرها، يعني علقنا معه المشكله، بس هذه كنسل نصبر عليه شوي. على العموم إذا مرة ثانية، إيش الفكرة الرئيسية من البرنامج؟ إنه أنا سهل جدا أستكشف هذول الأيقونات، وسهل جدا إني إيش أسوي؟ أتعامل معاهم بكل سهولة. هذا بفهم ماث درجة أولى، يعني أي إشي ماث أنت فاهمه كويس هو ممكن بنفس الطريقة اللي أنت بتفكر فيها بالرياضيات بفكر فيها هو، مليون بالمية يعني. الآن أنا بقدر أشتغل عليه كل الجيومتري هيك، هندسة الدائرة، هندسة المثلث، الأشكال الرباعية، المجسمات، كله شغال بنفس اللوجيك. العاد شو الصعوبة اللي فيه؟ الصعوبة أني أنا أستكشف كل واحدة من وين أجيبها يعني. بس أنت عندك البيسكس اللي هم النقطة والقطعة المستقيمة والموازيات والأشكال اللي هي المساحات، هذه الشكل اللي هيك يعني مشان أنت تعمل منطقة وتحسب مساحتها أو محيطها. وهون أدوات القياس، وعندنا الدائرة، عندنا هون كمان إيش؟ الدائره. في هاي الايقونه هسه بندخل عليها، هاي مهمه جدا، اللي هي التحويلات الهندسيه، انعكاس. دكتور ممكن اوضفه في شرح مفهوم المحل الهندسي للتوجيه؟ 100% هو اصلا يعني بيبين لي كيف بالرسم كيف بيطلع المحل الهندسي بالضبط. هيا اوريك انا مسوي إشي عشان اريحك من الشغله، اوريك شغلي انا مسويها، بس ممنوع تغشيها، انت سويها. انا لازم بنوثقها. وثقيها. لا ما هو بدي انت تسويها بدون ايش يعني، تعرف تسوي واحده زيي. مش صعبه هي صراحه، مش صعبه،
خليني اكتب هون، طلع كيف بدي اكتب هون المحل الهندسي. شوف بالعربي اتوقع راح يجيب لي على طول. شوف جابني على ادواتي على فكره، هذول ادوات تعاتي. خلينا نجرب، خلينا نجرب واحده منهم. مثلا هاي يسمى الملحة، ترسم نقطة في المستوى تحت شروط معينة المحل الهندسي. امسك هاي النقطة وحركيها. شو المحل الهندسي؟ دائرة. اه اللي هي نقطة تتحرك بعد ثابت عن نقطة ثابتة. كويس. هاي مش من يجو جبرة، انت اللي اشتغلت هنا ثبتت اللاين هيك. هاي يعني في اوبشن معين عشان اعمل هذا الاشي؟ طبعا مش اوبشن واحد. هو بتركب شغلة على شغلة. هس بوريكي كيف بتحايل عليها انا. طلعي هاي. انه نقطة تتحرك خط مستقيم بحيث ان تكون على بعد ثابت من نقطتين ثابتتين، من خطين ثابتين. نفس الشيء لما جيت هون مثلا على المحل الهندسي 5، هاي نقطة تتحرك تحت شروط ثابتة. شوفي اللي هو الخط المواد. هسه بدي اجي على القطوع، بدي اعرف القطوع. امسكي هاي النقطة حركيها، شو بترسم قاعدة وبتتحرك؟ مكافأة قطع مكافأة رح يطلع. هذا زائد زائد الجهتين. هسه بغششك كيف سويتها انا. هون بدها تشغيل مخ صراحه. كيف سويتها؟ مش صعبه بالجيوجبرا بسويها. هون الشطاره هذا علق معي انا، لو داري بده يطول قد كان ما سويتلوش انا الايمج، لانه عامله قديش 500 فريم. على 500 فريم يعني كثير، يعني طالع كواليتي. ايش كواليتي صراحه. طب وفي إشي ممكن يفسر هسا بصف بصفوف الصغيرة كثير بيخربطوا بين المساحة والمحيط، في إشي كمان ممكن هون يوضح لهم إياه بشكل طلعي هون مثلا عندك اللي ارجعي على الريسورسز، يعني على المفاهيم مثلا، مفهوم المساحة، مفهوم المحيط. للدائرة مثلا في هون موجودات، بس مش شغلي هذول، هذول صراحة معربات، بس تعريب معربات، لأنه صراحة اللي مسويين هذا عبقري، يعني اللي سواهن عن جد عبقري. كيف سواهن؟ يعني واحد عامل كتاب عليهم. طلعي كيف مفهوم المحيط، انه انت شو بتسوي؟ بتجيبي خيط وبتلفيه حوالين الدائرة، صح؟ طلعي طلعي هذا المنظر، هذا كله مسوى بالجيوجبرا مش برمجي. شوفي كيف. الآن مفهوم المساحة، امسك يقول له اعمل لي قطاعات، بقول لك كم قطاع بدك؟ عمل لك 12 قطاع. هو كويس، انا بدي ازيدهم، بزيدهم، بدي انقصهم، بنقصهم. بس بعلمكم السلايدرز كيف تسووها. قول له اعاده الترتيب. طلع اعاده الترتيب، التعريب تبعي هذا انا معربه، هو كان بالصيني او بالهيك ياباني او ايش زي هيك مكتوب. شايف انه عم ياخذ قطاعات وبعدين شو مسوي فيها؟ مجموعه على ترتيبهم. شايف لو زدنا حجم، لو زدنا التقطيعات بصير متوازي اضلاع او مستطيل. مستطيل. شفتي كيف؟ مثلا مفهوم زي هذا نوعا ما صعب، يعني انه تشرحيه. شايفون بزيد عدد القطاعات او بقلل القطاعات. وهذا يعني مفهوم المساحه، انه بيغطي اشياء. في متذكر سويت مره لرابع للمنهاج السعودي، سوينا شغله زي هيك، سوينا الماده كلها هيك، ماده كامله سويناها بهذه الطريقه. اوكي. هلا بدي اعلمكم كيف تسوي سلايدرز، كيف تسوي هذول، يعني مع الاقترانات. صراحه انا راح اسويها مع الاقترانات، لانه انتم حكيتوا بدكم كمان الاقترانات، فراح اخش على الاقترانات. عند الاقترانات انا محترف عليها اكثر من الهندسه. بس عبين ما يخلص هذا المحترم. في هون شغلات مثلا مسويه، بوريكم شغله حلوه هون، بس بدها يعني بدها جوده تتسوى، مش بسهوله بتتسوى. شوفي هون مثلا بدي على نظرية الدائرة. احنا مثلا هاي الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. كويس. لو جيتي على هاي مثلا هذا المنظر، شوفي هون جاي معاه ايش؟ فاتح معاه اكسل. كويس. هون يمكن هون ما رضاش يشتغل اونلاين زي ما بدي، لكن عندي اوفلاين شغال كويس. كويس. طلعي هون كيف حركي هذا، طلعي الزوايا كيف تتغير، يعني انه قياس الزاويه المركزيه ضعف قياس الزاويه المحيطيه المشتركه معها بايش؟ بالقوس. احنا مشكلتنا مع الطلاب انهم ما بيعرفوش وين القوس. هي الاحمر. ايوه. شوف كيف المنظر كيف طالع، يعني انا بالبدايه والله ما انتبهت له.
ما انتبهت له مو لاني انا مش عليه، لكن هي هيك بين لما حركت انا اللي قاعد بدور عليه من الجوجبرا صراحه اشياء اكثر من هيك. هاي النظريه بنعرفها كويس. طال لو قلبناها هيك وين صارت النظريه؟ اختفت. فبتخليني هون زي نوع من التفكير الناقد، اني انا اقول لو صار هيك ايش بصير، لو صار كذا ايش بصير، بلس انه هون طلع كنت انا عاملها بطريقه انه تعمل ريكوردينج لمين؟ للزوايا. يعني كل ما حركت شو بسجل هون؟ بسجل قياسات، تسجيل الزوايا، قياسات تسجيل الزوايا تلقائي، هو بيعمل ريكوردينج. وهون عامل زي معادله انه شو العلاقه بين هاي وهاي، انه لو قسمنا هاي على هاي بيطلع اثنين، معناته هاي ضعف بالقياس. انت كيف؟ هاي وسيله كامله بتقدر تسويها على الجوجبرا كامله بدون مشاكل يعني. انت كيف الدكتور كيف ممكن نكتب عليه؟ تكتب ايش؟ طباعه يعني؟ سهل، هسه بوريك، هذا سهل، اسهل شيء هذا، سهل جدا. في عندي كون شايف هاي الايقونه اللي مكتوب عليها A وفوقها اثنين، هاي في واحدة جواتها ايقونه اسمها ABC. ال ABC ايش ماله هذا ال ABC؟ بخليك تطبعي، تكتبي كتاب يعني، تضيفي نص او شيء. اي ملاحظات بدي اياها، اي ملاحظات بدك اياها بضيف لك اياها. هسه كنا نطلع منه هذا، بدي اسكره، بدي يعني علقني، علق، بدنا نستناه تا يخلص. نفتح واحد ثاني، استنى خلينا نجرب نفتح واحد ثاني باش نضيع وقت. هو بحر هذا البرنامج صراحة، بحر يعني، مش سهل. شوفي أنا هسه بدي أحكي عن الشغلات اللي سألتني عنها. شوف أنا رجعت مرة ثانية هون، بدي أحكي إشي سريع بس السعيات. نعيد بالله خطوات الإنشاء اللي سويتين قبل شوي على السريع. هاي رسمت خط، وبعدين رسمت كمان قطعة مستقيمة هون، ماشي، وبعدين جبت موازي مش هيك، بس بدون ما عمل ديكوريشن ولا إشي. وبعدين رسمت موازي من هون لهون، وبعدين جبت نقطة التقاطع. شوفوا اللي مش حاط في راسه انه كيف يفكر هيك ما بيقدر ينشئ ترى. وانا بعتبر انشاءه غلط، بعتبر انشاءه غلط اذا الشكل اتفكك. بقدر اجي عليه اعمل له رايت كليك واقول له هايد شو يعني، شيل الهاي. هسه طلع الشغله الجديده اللي بدي احكيها. انا ليش رديت عدت انشاءه؟ طيب شو الهدف يعني، شو بدي فيه؟ سؤال. هسه لو جينا على الايقونات هون ادور على متوازي اضلاع، ما في، في متوازي اضلاع هون؟ طلع لا هون كمان، لا كمان لا. وين يا روان اللي سالتيني عن المحل الهندسي؟ شايفه هاي لوكس؟ هاي لوكس محل هندسي. هاي هون بوليجونز اللي هي مضلعات، يعني ريجولار بوليجونز سيبينا من الفيكتورز، اللي هي مضلع منتظم. عندك سيركلز ترسمي دائره من نقطتين، دائره معروف مركزها ونص قطرها قديش انت بتحدديه، تعملي سيمي سيركل، ارك، قوس، سكتر، يعني بيطلع لك اوبشنز. اللي بدك للقطوع للتوجيه استخدمي هذول، اليبس، هايبرابولا، برابولا، كونيك سكشن، اي شيء. هون بتعمل لك الميجرمنتس، قياسات كويس، القياس الزاويه، انت ترسم زاويه بقياس محدد، تعمل ديستانس بتوين تو بوينتس، اريا، سلوب، ليست ريليشن، هذول فانكشن سبكتر. لازم احكي لكم شو الفانكشن سبكتر. هذول التحويلات الهندسيه، بدي اعمل انسحاب، انعكاس، دوران، اللي قصص هاي، دايليت اللي هو التكبير لمعامل تكبير، تعطي معامل تكبير معين. هلا شوفي، هلا انا تعبت سويت ايش؟ متوازي الاضلاع كويس. الان شو بدي اسوي؟ بدي اجيب ايقونه جديده من هون اضيفها من عندي انا، انه بس اضغط عليها اعمل نقطتين هو يرسم لي متوازي الاضلاع، ما بدي كل شوي اعمل له انشاء انا. شو باجي بسوي؟ باجي على التولز، شو بقول له؟ كرييت نيو تول. شو بقول له؟ من التولز كرييت نيو تول، بقول لي شو اللي بدك اياه التول اللي تعمل له. شوف هون ما عمل شيء، بتعرفي ليش؟ لانه مش مضلل. انا لازم قبل ما اعمل له كرييت نيو تول لازم اضلل الشكل. كيف؟
باجي عليه من بعيد رايت كليك وبعمل له تضليل كامل. اها عيدها. باجي اول شيء من بعيد بضلله بالرايت كليك، بعدين باجي على التول بقول له كرييت نيو تول. شوفي شو طلع لي كل الخطوات اللي عملتها هاي، شايفتين؟ بعدين بقول له نيكست، بعدين بقول له نيكست. شو بدك تسميها التول هاي؟ بدي اسميها تول 1، بدي اسميها متوازي اضلاع، بغير ايقونتها. بس اخلص بقول له فينيش سكسسفول بيلت. طلع لي هون زي المفتاح جديد، شايفتي؟ شو بقول لك هون التول البارامترز تاعونه 3 بوينتس، يعني حددي اي ثلاث نقاط برسم لك متوازي اضلاع. شو رايك نحذفها؟ وين حذفنا؟ شلته. الان شغل التول، فعل التول، تعال اعمل كليك. حلو. هسه طلعي الحلو فيها كيف. هسه بدي ابني شكل جوا شكل، بدي اعمل متوازي اضلاع من مين برضه اي نقطه من هاي وهاي وهاي. شفتي كيف؟ هسه شوف الحلو في الموضوع ايش. الشكل الجديد مش مبنى على الشكل القديم، حرك الشكل القديم بتحرك معه. هاي أداة قوية جدا للتفكير على فكرة، يعني بتصير أنت تدوري على نظريات شو مالها جديدة من وراء نظريات قديمة عن طريق التلاعب بالإيش، بالعلاقات اللي بدك إياها. هلأ هون كأستاذ رياضيات أنا والله سهل علي الرسم صراحة، طلع لي أشكال مرتبة سرعة يعني هائلة. بدي أرسم دائرة مثلاً هون، بدي مركزها هون وهاي نصف قطرها، طلعي هالمنظر. تبي تجيبين هذول؟ شوف طلعت كيف، كلهم متحركوا مع سوا، مش كوبي بيست، ما حدا يعمل كوبي بيست. هسا في كمان شغلة حلوة في البوينتس، أنا البوينت عاملها على إيش؟ على تراك، على إيش؟ على قطعة مستقيمة، صح ولا لا؟ هاي البوينت هاي عاملها قطعة مستقيمة، فبدها تتحرك اوتوماتيك لحالها. بعمل رايت كليك عليها، في عندي شيء اسمه انيميت اون، شفتي انيميت اون؟ اعمل انيميت اون. شو صارت؟ زي الفيديو تتحرك لحالها. في هون ايقونه طلعت شو؟ ستوب جو. طب بدي احرك كمان هاي الفوقانيه، بدها تتحرك كمان، بعملها انيميت اون، صاروا يتحركوا مع بعض. وبقدر اتحكم في الحركه، يعني يزيدوا بكم سرعتهم. باجي على البوينت بعمل رايت كليك اوبجكتس، في عندي كونه الجبرا، في عندي كونه ايش سبيد، اعمليها 0.5 وانكريمنت 1، وبدك اياها انكريزنج ولا ديكريزنج ولا اسكوليتنج. لا بدي اياها اسكوليتنج. انا ايش يعني اسكوليتنج؟ يعني تروح وتيجي. نفس الشيء البوينت الثانية بدي اياها ايش تسوي؟ تعمل نفس الطريقة. هي البوينت الثانية بدي اجي على اللي هو الجبرا سبيد، خليها مثلا 0.25 عشان تكون واحدة سريعة وواحدة بطيئة، وخليها اسكوليتنج. خلينا بالله نشغل الفيديو هسات نشوف شو بصير. حركة، طلع كيف صارت الحركة. طب هاي الشغلة ممكن تفيد بالمحل الهندسي صح؟ 100%. أها يعني عليها بدأت الشغل. أنا مثلاً أنا سأبدأ أوريك المحل الهندسي كيف بدي أسوي. بدي أحذف هذول. طلع أنا بدي أرسم خط مستقيم لاين، حلو، وبدي أرسم هون كمان خط مستقيم، هاي كمان لاين، وبدي أشوف المحل الهندسي للنقطة التي تتحرك بحيث أنه بعده عن هذا الخط يساوي بعده عن هذا الخط. حلو. طب انا بالبدايه راح احطها بشكل عشوائي ولا كيف بدي اجيب المسافه من البدايه؟ تفكر الرياضيات، شو المحل الهندسي للنقطه اللي اللي بتحقق اللي حكيته؟ خط مستقيم راح ينتج. ماشي، شو ماله هذا الخط؟ نصف الزاويه. أيوة. في عندي هون، في عندي في الكونستراكشنز هون شايفه، في عندي اللي هو الانجل بايسكتر، طلعي هون كويس،
دوري على إيش اسمه أنجل بايسكتر شايفتيه؟ آه هاي موجود. بفعله بقول له بدي الأنجل بايسكتر between these two lines. لا هيك عملها إيش؟ عملها من كل الجهات. أنت ملاحظة شو عملوا؟ طب ما هو لازم أحدد. إذا لا أنا غلطت عملته خط، شو أعمله؟ قطعة بس. هاي قطعة وهاي قطعة، تمام هيك؟ الآن قل له أنجل بايسكتر. هسه بالنسبة له الأنجل بايسكتر أجت هون، شو بقدر أسوي هون؟ صراحة أخفي طلعي هذا أنا ما بدي صح؟ أعملي له هايد، وهذا بدي إياه بس ما بدي إياه يطلع برا، ما بدي النقطة تطلع برا، ولا خليها تطلع برا عادي صح؟ أوكي. شو باجي بسوي؟ بجيب نقطة بركبها على اللاين. طلع عملها أنا ماشي. لحظة شوي خليكي معي. هاي حطيتها على اللاين. الآن شو بجي بسوي؟ بعمل هايد لمين؟ لللاين. هسا هاي النقطة مهما تحركت ما راح تروح يمين ويسار. طلعي. لازم على اللاين تمشي. غصب عنها بدها تمشي على اللاين. مش ممكن تروح لا هون ولا هون. باجي عليها شو بقول له؟ بقول له تريس اون، وبعدين بقول له انيميت اون. ايوه عشان اظهر الحركه، عشان اظهر الحركه. شفتي كيف سويت؟ وبتحكم بسرعه الحركه، انا بتحكم بسرعه الحركه قديش تكون سرعتها. هلا حتى اظهر النهايه دكتور، بس ممكن اخر إشي ما فهمت كيف اخر إشي طلعتها الانيميت لاين. كنترول اف بتشيل الحركات هذول. جيت على البوينت. اوكي أو شيء أمشي عملت لاين هون. خلنا نرجع نعمل كنترول زد. معلش خليك حبي لا أوكي هاي تمام أنا معك هاي تمام. الآن جيت بعدين تمام. أخفيت مين؟ أخفينا الخط اللاين. بعدين جيت على البوينت قلت له تريس أون. شو يعني تريس أون؟ يعني وين تمشي النقطة علم. هذا هو المحل الهندسي أصلا، يعني وريني محلها الهندسي. ما صار شيء. الآن حركيها بإيدك، مش أنيميت أون. وين ما بتتحرك برسم، بس أنا عاملها بطريقة إنه ما تتحركش إلا على الخط المنصف لمين؟ لا الزاوية. لو تغيرت الزاوية بتغير التريس صح؟ لو تغيرت الزاوية بتغير التريس، وباستمرار راح يطلع وان لاين اكيد. وطبعا انا بقدر اجي اعمل حركه قويه هون عشان اتاكد انه المسافه بينهما، يعني المسافه بين هاي وهاي النقطه المتحركه. خلينا نغير لونها، معلش خليها حمراء وكبريها شوي عشان تكون مبينه، يعني بلاش نضلنا نتطلع عليها هيك. هسه بدي انزل عمود، بدي انزل عمود من هاي النقطه على هذا الخط. باجي على البربندكولر لاين. بربندكولر يعني عمودي. بختار النقطه وبختار مين؟ الخط. الخط. بختار النقطة بختار الخط. هيك أسقط أعمدة. لو قسنا هاي الزاوية بجيب لك إياها إنها 90% 90 كويس. الآن إذا بدي أظهر 90 وأظهر هذول، بجيب الانترسكشن بوينت بالأول، وبجيب الانترسكشن بوينت هون، وبعدين شو بقول له؟ بقول له قيس الزاوية اللي بين هاي وهاي، حدد له الضلعين، وجيب هاي وهاي. طبعا هو يفضل انك توصلين قطع مستقيمه، يعني تلغي الخطوط وتظهري بس القطع المستقيمه. طلع الان اعملي تريسينج انه هاي دائما عامله 90. انت ملاحظه؟ يعني اشياء زي هيك. هاي مثلا شغله حلوه، يعني انه تعملي انيميشن وفي نفس الوقت تعمل. انا ما عملت انيميشن، لكن لو تعملي انيميشن يتحرك لحاله مش تريس اون بس وانيميت اون. هسه انا بقدر اتحكم في الانيميشن على الانيميت اون، بتحكم بالسرعه، خليها تتحرك بس تظهر النقطه شوي. خنوقها قاعد تتحرك بسرعه يعني نوعا ما. انا ممكن اخليها تتحرك مثلا على دائره، تتحرك على قطع، تتحرك على مستقيم، لكن ما تتحرك هيك لحالها. شايفون لو جيت على الجبرا بقول له مثلا خلي الحركه 3، هيك صارت سريعه على فكره. هنا اسكوليتنج، يعني ايش اسكوليتنج؟ يعني تروح وتيجي، يعني تروح وتيجي، مش بس تروح مكان، اتجاه واحد تزايد وبس، تتزايد وتتناقص. طلعك طلعت لفوق رجعت لتحت.
طلعت لو في خيار تراجع او اني مثلا اذا عملت غلطه اني ارجع اعيد بس الغلطه اللي عملتها؟ اه طبعا. مش لاقي انا عندي مش راضي يضغط معي. ايش في خيار؟ كنترول سي يعني مثلا فوق. لا كنت سهم فوق يا لا. هون قصدك على هاي اديت عنده لقيت كنترول زد يا ستي سيبك من لا شكله اللي عندي زي اللي عند روان مش زي اللي عندك. ماشي ماشي لانه في سهم انا بدلك مباشره هو نفسه ستي نفسه بس بفرق انا بقول لك بفرق من وين مكانه بس. هلا خلينا ننتقل على الفانكشنز اذا بتحبوا الفانكشنز. او طبعا اول شيء انه انا هون خليني اكتب شيء هون اوريها من وين نجيب الكتابي. شايفي هاي عندي كونتكست. شوفوا وين ضغط على هاي بعدين دورت على وين على كلمه تكست. شو ايمج هاي اذا بدي ارفق صوره معه برفق صوره. افرض بدك تجيب صوره سنغنى ادور لي على صوره موجوده عندي. اي صوره هاي مثلا مش عارف شو هي هاي. لا حط لنا صوره زي الناس دكتور. صوره ممكن تتضمن اكسل منه ولا لا؟ اي صوره. هاي صوره ها هاي ده هاي صوره. طلع شو حطيت صورتي هون. طلع شو بسوي فيها هون. طلع لي بوينتس معاها. ليش اعطاني بوينتس؟ عشان تتحكم بحجمها. ايوه طب طلع شو بدي اسوي فيها. بدي اجي هون اوصل قطعه مستقيمه بين النقطتين هذول. شو رايك نصف ال وصلت قطعة مستقيمة. الآن تعالي هون قولي له وريني انعكاس. اختار الصورة واختار الخط. شو عمل؟ انعكاس للصورة. انعكاس للصورة. بتحكم فيها زي ما بدي. يعني دايناميك بكل معنى الكلمة. هيك فهمك معنى الانعكاس. تمام ولا لا؟ لو جيت حبيت اعمل له مثلا هاي تعرف شو هاي ريفلكت اباوت سيركل. هاي اللي هو توبولوجي. هاي بيشتغل توبولوجي انعكاس بزاويه معينه. لا هاي على منحنى. عمرك سويت انعكاس بمنحنى انت؟ زمانات. هذا انعكاس بمنحنى. هون بدك تعمل روتيت اراوند ا بوينت. يعني بتعملي مثلا الشكل هذا بدي يعمل دوران حوالين هاي النقطة بزاوية 45 درجة. شو كيف جاب لك هي؟ هسا حرك الأصل بتحرك كل شيء معه. طبعا هون لأنه صورة ثابتة. هاي من الأشياء اللي موجودة إنك تعمل أنت كمان إدراج لإيش؟ لصور. أوكي؟ أنا ما بدي إياها شلتها. في عندك التكست هاي اللي سألتي عنها. هاي تكست بتعمل كليك في أي مكان في التكست تكتب اللي بدك إياه بالعربي أو بالإنجليزي. مثلا الدائرة. شو كتب لك الدائرة. اعملي أوكي. هلا باجي عليها كويس. إذا بدك تكتب شيء ثاني إذا اخترت بهذا الشكل واخترتها هون بعطيني هون بدي إياها بولد. بدي خطها كبير. عرفت كيف؟ بصير اتحكم فيها يعني لونها الى اخره. بحط عنوان. طب بدي اياها تثبت ما بدي اياها تتحرك. خلص بدي اياها عنوان في النص هون وما تتحرك. بعمل رايت كليك عليها بقول له فيكست اوبجكت. شو بستعمل فيكست اوبجكت خلص ما بتتحرك. ما بتقدرش تعدلي عليها الا ايش؟ الا تفتحيها مره ثانيه تشيلي الفيكست عنها. هاي الطباعة انك تطبعي اشي يعني تعملي طباعة. طيب بس لو جيت انا مثلا هون لغيتها هاي وحطيت بدي تكست ثاني مثلا بدي اقول الاقتران التربيعي. كويس هاي ABC وكتبت هون الاقتران التربيعي. طبعا هون يفضل ان لما تشتغلي على اقترانات او اشي بشكل عام زي تعون الاول ثانوي العلمي او اشي مثل هيك ما تأخذي الحالات الخاصة. خذ الحالات العامة. كيف يعني؟ أول شيء خلنا نظهر الجريد ونظهر الأكسس. سؤال هو مقسم هون 1 2 3. طب أنا بدي أغير التقسيمة بقدر أغير التقسيمة؟ يعني خلي هذا مثلا السينات عد 5 10 15 والصادات عد 3 6 9 مثلا.
بصير الجواب بصير هيها من X axis. هاي طلعي كيف بدون تفاصيل سهلة جدا. من right click. طلعي هاي طلعي هون اختاري الصليب هذا بعدين تعالي على اللاين تعالي على اللاين وتحكمي فيه. طلع شو عمال بيسوي؟ هو بيعمل اوتو للتقسيمه تبعته. بدك اياه من هون كمان نفس الشيء بيزبط من رايت كليك واكثر من طريقه صراحه في اكثر من طريقه بتقدر تسويها. اوكي الان افرض اني انا بدي اخليها تصير 1 2 زي ما هي وبقدر اخليها تصير بايات باي باي 2 الى اخره المهم وبقدر احركه بهذا الشكل عشان يبين قدامي بصوته العامل. الان لما اجي ارسم اقتران تربيعي انا صراحه ما برسمه زي ما متعودين سين تربيع وخلاص اكس تربيع ولا انا بكتبه بصورته العامه وبعملها على الفيرتكس فورم. عارفين الفيرتكس فورم كيف يعني بدي اكتبها هيك. انا بدي اكتبه هيك الف بين قوسين سين ناقص باء الكل تربيع زائد جيم. بديش اكتبه بالصورة العامة اللي هي ألف سين زائد باء ألف سين تربيع عفوا زائد باء زائد أنا بدي اكتبه بالصورة هاي لأنه هاي أريح لي في التعامل صراحة. هاي بسموها لي المربع الكامل صيغة المربع الكامل. الآن شو بدي أسوي؟ طلع شو بدي أسوي خلص يعني عارفين شو اللي بدي أعمله. أنا باجي تحت هون على الانبوت بكتب الفونكشن اللي بدي اياه. كيف بكتبها؟ طلع بكتبها عادي A بدل يعني ألف A بفتح قوس بكتب X minus B. طبعا انت من حقك تعرفي A و B زي ما بدك. الكل تربيع زائد C. انا هيك بالضبط عملتها كاملة ألف C ناقص B الكل تربيع زائد G. اعملي انتر. في شيء غلط هون لحظة الاي ما شافهاش. اذا لازم احط الاي هون ايش ضرب عشان يعرف النهاية ايش ضرب موجودة. الفيرجن الجديدة اتوقع بتقبلها بدون ما تعملي ضرب. تعملي انتر. شو حكالك هون؟ create sliders for a b c. شو سلايدرز هاي؟ خلنا نعمل create sliders خلنا شو بصير. طلعي هون شو اعطاك؟ أعطاك سلايدر لـ A وأعطاك سلايدر لـ B وأعطاك سلايدر لـ C. طبعاً حتى ميزهم وأعرف هم هذول باجي على هاي باجي على البروبرتيز تاعتها وشو بقول له؟ طلع هو بده يغير الـ A من عند سالب 5 إلى 5 وبختار قديش بدي إياه يعمل الزيادة. أنا ما بدي هاي خلينا نجي على هون غير اسمه خليه يطلع النيم والفاليو وهون يطلع النيم والفاليو وهون يطلع النيم والفاليو ونغير الالوان. خلي الاحمر الكلر مثلا هذا باحمر وهذا خليه باخضر اي لون يعني وهذا بازرق. هيك صاروا كل واحد منهم مسؤول عن شيء. طبعا حتى الفانكشن نفسها بقدر اظهر ايش عليها من البروبرتيز تاعتها. اقول له خلي لي النيم والفاليو يظهروا واظهر لي الستايل تاعها ثيك. هيك طلع كيف صار المنظر. الان لو جينا غيرنا البي حطيناها صفر شو بصير؟ السي صفر رجع سين تربيع اللي بنعرفه صح ولا لا؟ هذا سين تربيع اللي بنعرفه. نقدر هون من الفيو عفوا من الاوبشنز عشان تشوفوا اكثر خلي الخط 16 نزغر شوي الشاشه هيك بتشوفوه اوضح صح؟ الرسمي قصدي واضح. الان شو بدي اجي اسوي؟ بدي اصير العب في مين؟ متصل في الـ ABC هذولا اللي هم السلايدرز هذول. خلنا نغير الـ A نشوف شو بصير تغيير على الـ A. لما تكبر الـ A شو بصير على المنحنى؟ شو
شو بنقول له هاي التحويل الهندسي؟ هذا بسموه شرينكينج. من كم ايش قاعد بقرب على محور الصادات اكثر. طيب لما يصير بين الصفر والواحد شو بصير فيه؟ توسع. بتوسع بتمدد. طب لما يصير صفر شو بصير؟ كل ما يصير خط مستقيم اكس منطبق على منطبق. لا مو براحت السين تربيع صار خط مستقيم. لما يصير سالب بعطي انعكاس محور السينات. شوف هاي دايناميك درجة أولى دايناميك. الآن لو رجعنا الـ A واحد ثبتناها واحد احنا هيك بندرسها الأول ثانوي عم نقول هيك درسوها الكتاب هيك بيحكي بس عاملين على إكسل. إكسل ما بينفعني هذا اللي بينفعني. شوف البي مسؤولة عن إيش البي؟ يلا يعني لو غيرت البي كبرتها وزغرتها شو بصير للمنحنى؟ دوران توقع عشان تعرف لا ممكن الرأس بده يتغير. الرأس بده يتغير مكانه. هو المنحنى كله قاعد بروح مش بس الرأس. بصير له انسحاب لليمين أو لليسار بسموه انسحاب أفقي. أوكي والسي شو بصير لها؟ بالأعلى والأسفل. أعلى انسحاب أعلى والأسفل أو أسفل. أنا ما أعرف الحالات الهندسية هاي موجودة لكل اقترانات. يعني أنا لو غيرت سين تربيع هاي حطيتها إشي ثاني بتظل الحركات هذول صحيحة 100% صحيحة. هسا طلعي هون بدي أجي على الكتابة شو كويس بدي أجي هون على التكست وشو أقول له؟ أقول له بدي أكتب بالعربي. طلع شو بدي أكتب؟ قاف من قوسين سين تساوي ألف أو لا مش ألف. طلع شو بدي أقول؟ أنا ما بدي أحط ألف هون. ألف اللي هي إيه صح؟ إيه. بدي أحط الفاليو تاعت إيه. طلع شو بدك بقول له؟ من ضغطت على الأوبجكتس وتحط إيه سين تربيع ماشي زائد لا لا هي غلط هيك أنا كتبت عفوا هي لازم أعمل ألف هو A بالأول ما كتبت إشي غلط هاي A افتح قوس مش هيك سين ناقص بعدين B بتحطي B بعدين بتسكر القوس بعدين بنعمله أس اثنين وبعدين بنقول له زائد وطبعا مش راح يضبط معنا بالعربي بالانجليزي لو بالانجليزي بتطلع روعه شايف كيف زائد سي خلينا نكتبه بالانجليزي احسن شكله هيك بالعربي راح يطلع معجك يعني هيك نكتبها مثلا بالانجليزي نقول له اف اوف اكس انه مو هذا لوجيك انجليزي صراحه اكثر منه عربي شايف يساوي راح شو نقول له هون مش بكتب له ايه بقول له خذ ايه اللي موجود افتح القوس اكتب اكس ماينس بعدين حط البي بعدين سكر القوس بعدين الكل تربيع بعدين زائد بعدين سي انتوا طلعوا شو قاعد بكتب تحت بيعوض القيم بيعوض القيم بالضبط بس اقول له اوكي بعدين تعالي هون عليه نفسه سوري السهم لازم تعالي عليه نفسه وعملي لارج وعملي بولد حركيه هون وصير العبي في المين في الايقونات هذول صير يتغير الفانكشن طبعا هيك الى العرض روعه هون هاي ممكن تعمليها بروبلم سولفينج للطلاب انه ايش انك انت ترسم منحنى معين مثلا حاطه هون السي 2 خليها اثنين exactly وحطي هاي سالب واحد حطي هاي مثلا سالب واحد بجيب لهم هيك الاقتران بيقول له اكتب لي قاعدته يعني هاي روعة بتصير هاي قاعدته هاي بس هو لما ترسم هاي الرسمة قدامه ما عندوش السلايدرز ولا عنده هاي بده هو يكتشف القاعدة كيف حلو الكلام
بتقدر تعمل اي شيء بالاقترانات. هون اي اقتران بخطر في بالك في الماث في له فورمولا. يعني حتى لو بدك مثلا صحيح سين، تعرفوا صحيح سين كيف؟ بس بعرفش على الجيجبر. هذا مثلا لو كتبتيه هون A، شوف هون A راح ياخذ نفس ال A اللي فوق ترى، مدام كتبتي A راح ياخذ A نفسها. A times الامر تاعه اسمه فلور، اقتران اكبر صحيح هو فلور، X ناقص B وبرا زائد C. اعملي انت شو كيف رسمه؟ هذا اللي هو اللي عامل زي الخط. هسا لو حابب اخفي التربيعي عشان ما نتعجقش، رايت كليك عليه وقفي للأوبجكت. الان شوفي تغيير الاي ايش بصير، لاحظين ايش قاعد بتطلع؟ اذا بدكم نظهروا اكثر اخذ نفس الاي والبي والسي تبعون الفانكشن السابق بالضبط، لان حطيتهم اي وبي وسي سميتهم نفس الاسم. عرفت كيف؟ يعني انت هون هاي الحلو في الموضوع، انه الفكرة هون انه انت بتبني اشياء على بعض. بقدر ادخل اكثر من اقتران على نفس هاي الـ ABC. يا سلام، بدي اشوف انا التعديلات عليك ايش بتصير، بدي اوري الطلاب انه مهما غيرت التحويلات الهندسية راح تظلها نفسها، مش راح تتغير. انت ملاحظة كيف؟ احنا قلنا السي مسؤولة عن سحاب لأعلى ولأسفل، سويناها في التربيعي، وهاي في الفلور اللي هو اقترانك مع الصحيح. الفلور اكبر عدد صحيح، والقيمة المطلقة absolute value، absolute ABS، ABS ABS يعني هي نفس، والجذر التربيعي SQRT. يعني هذول زي الآلات، يعني زي الآلات بالضبط، زي البيسك بالضبط. هو بيسك، هو بيشتغل على البيسك. فالفانكشنز تستخدمي بش، اذا بدك شيء معين بالفانكشنز احكيلي بحكي لك، انا مش في بالي يعني ايش اللي بدك اياه بالفانكشنز، بس هذول الاساسيات اللي بحكيهن اللي هي رسمه المنحنى. هيك انا بالواجب الثاني ضعت، تحيرت شو بدي اشتغل ولا شو. في كثير اشياء مليان ما دخلته، انا ما عرفت له نهائي، فهسه لما صرت اشرح لنا عنه كثير خطر على بالي اشياء مش عارف شو بدي اشتغل. تخطر على بالك شغلات. شوفي في كمان شغله بس خلينا نحكيها هون. هسيت انا عامل اقتران هون، انتم شايفين الايقونات كويس؟ طلعوا راح اجي على هون عند الميجرمنتس، في شيء اسمه فانكشن انسبكتر، شفتي فانكشن انسبكتر؟ هاي لو ضغطت عليها وضغطت على الفانكشن هون، شو شو اعطاني؟ اعطاني تحليل للفانكشن. لحظة، اعطاني ايش مجالها مداها، اعطاني مين اكبر قيمة، مين جذورها. طبعا هو ما ياخذ ضمن مجال، طلعي انا مختار المجال، قولوا انا بدي اياها من سالب مثلا سالب 2 لعند 2. انت ملاحظة قاعد برسم هو لون احمر، في احمر شايفتي؟ هلا 24 حطيتها هون، هلا عندي 2، طلع رسم لي اياه بس بالمجال هذا. بدي بوينتس، بدي جدول قيم، بس اقول له بوينت زي هيك، شايف؟ بقول له اد ديرفاتيف سكند ديرفاتيف ديفرنشال كيرف، يعني بلاوي كل شيء. يعني في شغلات شيء هبل، يعني ما تخيل قديش شيء عميق. بس طلع اللغز الرئيسي انك تكوني فاهمه ماث، يعني هذا ما بيشتغل بدون ماث، يعني واحد مش ماث ما بيفهم شو بنحكي احنا، يعني لازم تكون رياضيات. هلا انت لو جبتي كمان شغله مهمه تعرفيها، مثلا انت كونتي نفترض مثلث، نطلع من الجبر شوي، هذا هسه بقدر اعمل انا فيو انذر ايش جراف، طلعي بيضل الفانكشن موجوده ونصغرها شوي، صار عندي جراف جديد، شيل الاكسس، جيتي هون عملتي ثلاث قطع مستقيمة، بدي أرسم رسم جديد يا هسا. بعدين سيبينا منها، ما راح إشي ترى، بدي أفعل ثلاث قطع مستقيمة، شو برسم من هذول؟ مثلث. ممتاز، هذا المثلث متحرك صح؟ حركه زي ما بدي لأنه نقاطه حرة. طب بدي مساحته، في هنا امر لحساب المساحه، لكن تعالي اعملي هوك اريا وتعالي عليه هيك ما بحسب. طب الحل، الحل باجي على البوليجون اللي هو مضلع، بكون مضلع على النقاط،
انت ملاحظه شو قاعد احنا لان عملنا نقاط ما اعطاني اريا له ما اعطاك اريا اذا لازم تعملي منطقه بالاول انطلع يعني الزلمه دقيق يعني بيعرف كيف يشتغل يعني احنا ما بنحسب مساحه المثلث احنا بنحسب مساحه المنطقه المثلثه يعني بدنا نعمل هيك كليك اعملي هيك هيعطاك الاريا وبعطيك المحيط هلا غيري طلعي كيف ما تحركي بيغير لك المساحه شوفوا هسه نحكي عن شغله التصميم وانتاج البرمجيات هاي مثلا في شركه روبوكون لما اجوا يعملوها يعملوا واحده زي هاي تعقدوا قال طب انا كيف انا بعطيك ثلاث نقاط هذول الثلاث نقاط بالنسبه له على الشاشه بتعرفوا الصفر وصفر تاع الشاشه من وين بيكون هون فوق في الكورنر اللي على اليسار هناك الصفر وصفر فجاء المبرمج بيقول لي طيب انا لو اعطيتك احداثيات النقاط تقدر تطلع لي مساحه المثلث هذا سؤال لكم بنقدر نطلع طول القطع المستقيمة الواصلة بين الهاي طيب وبعدين نطبق على قانون مساحة المثلث في قانون للمساحة المثلث انه نصف استخدام ضلعين وزاوية محصورة بينهما طب كيف بتعرف الزاوية؟ طب مش هو بيقدر جيوجبرا يحسب الزاوية؟ لا أنا حسب المعطيات واحد مبرمج ما عنده جيوجبرا هو قاعد بيعمل برمج انت متخيل الوضع كيف يعني انت تخيلي حالك لسه الجيوجبرا مش موجود عندك وانت بدك تسوي لا انا فكرت انه عليه بدنا نطبق لا لو عليه سهل مو موجود السؤال تاع الجيوجبرا كيف سواها هذا السؤال المهم فهو اعتمد على نظريات الرياضيات والا لا يمكن انه يرسم راح يستخدم قاعده تيرون 100% اللي هي انه بمعلوميه اطوال اضلاعه الثلاث اللي هو بحسب المحيط لأنه سهل جداً أحسب بعد بين نقطتين بعدين بأخذ نص المحيط وإله قاعدة جذر التربيع طيب يعني هاي مثلاً الأشياء مش سهلة إنه أنا مرات بكون في عندي أشياء حتى المبرمج ما بيعرفها فأنا كرياضيات بعطيه إيش الهنت اللي تسويها وصلت الصورة كيف هذا عميق كثير عميق يعني هو رياضيات معتول في نفس الوقت هو أداة تفكير وبربط بين عدة موضوعات مع بعض في نفس الوقت جبر مع هندسة مع مش عارف إيش يعني هسه لو رجعنا مرة ثانية فتحنا الكوردينيتس رجعنا المحاور وبدنا نشتغل عليه مع المثلث إنه إيش اقترانات نحط اقترانات مع المثلث مش بقدر أرسم هسه منحنى يعني يمر بهاي النقاط بس أنا بدي كتر يعني دوزني المنحنى هذا تعرف كيف ترسميه تمام ولا لا لأنه هذا بالنسبة لي لو تشوفي الألجبرا افتح الألجبرا تاعه طلع الألجبرا هون شو أعطاكي كثير معادلات أعطاكي معادلات يعني كل لاين من هذول كل قطعة مستقيمة من هذول أعطيني معادلتها أعطيني فهو بيشتغل جبر وهندسي في نفس الوقت وهي قصة مهمة ترى يعني نكون إحنا فاهمين إنه قاعدين نشتغل جبر وهندسة في نفس الوقت يعني هون دكتور ما بنقدر مثلاً نتحقق من مساحة المثلث عن طريق الجيوجبرا لكن نطبقه على القانون لا بلى أنت هون هاي النقطة بالضبط إنه إحنا كتدريس أنا مش معقول أدخل الطلاب بالمتاهة اللي بحكي فيها بخلي الطلاب يصير عندهم حدس انت هل بتتوقع انه هذا مثلا مساحته بتساوي مساحتها يتاكد لي بالجيوجبرا فهو بيعمل الكونستراكشن وبس يخلص بيتاكد انهم متساويات ولا لا بس في طبعا حكيت لرمان مره اللي قلت لها انه بتقدر بالفيو في شيء اسمه كونستراكشن بروتوكول شايفين وين من فيو في اسمه كونستراكشن بروتوكول ايش يعني بالضبط هذا بوريك الخطوات اللي عملتهم بالضبط طلعت الشكل من إلى شايفي كيف وهذا يعني ممكن نستخدمه كأداة تقييم كيف أداة تقييم يعني أنا بدي أشوف طلاب أعطيتهم مهمة قلت لهم روح انشئوا لي كذا الآن أنا بقدر أروح على الكونستركشن بروتوكول لكل واحد وشو أعمل أعرف كيف فكر الطريقة اللي فكر فيها لحد ما وصل لا الشكل اللي احنا منه اياه
طب كيف ممكن اربط التكامل والمساحه؟ بدي اشتغل على اوه سهل جدا. طلع يا ستي هاي احلى واحد. يعني نفس طريقه الفانكشن انه بدي ادخل فانكشن بس انه يكون لا ديجرام. لا هسه شو بدك انت؟ شو بدك مثلا؟ بدي اربط بين المساحه، هسه اول ما ندخل مفهوم المساحه انه هو عباره عن مساحه تحت المنحنى، التكامل طيب. التكامل هو المساحه. طيب انا بعلمك اكثر من شغلي اقوى من هيك، ليش ما تعلميهم على مجموع ريمان الاصلي؟ انت توجيهي بدك تحكي؟ طيب ليش ما تحكي عن مجموع ريمان الاصلي؟ احنا بدون جبر هيك بنحكي، بنبدا انه بنقسم على مجموع ريمان وانه هاي طيب. عباره عن مجموعه من مجموع ريمان معاه وتشوفي احلى منه ما في. طيب نشوفه. هات نشوف كيف. اول شيء بدك اياه حطي فانكشن اللي بدك اياه. اي فانكشن عادي مثلا الاقتران تربيعي. مثلا ناخذ اكس تربيع. حلو. وهون هاي تربيع، هاي رسمت اكس تربيع. تمام هيك. انا بس بدي اثقله شوي عشان يبين احلى. وخلي لونه فرايح شوي هيك تمام. وبدي اعرف يا ستي متغيرات A، وبدي اقول A تساوي واحد عدد سميته واحد. B بدي اسميه طبعا هذا A كعدد بصير سلايدر بقدر احركه بعدين. بدي اسميه أربعة. حلو. بدي اقول انها اذا عملت كليك على الاعداد شو اعطاني؟ اعطاني سلايدرز بس مش قاعد بصير شيء صح؟ ليش مش قاعد ما غيروا بالمنحنى؟ لاني انا ما ربطتهم مع الاكس تربيع اصلا مع الفانكشن ما ربطتهم. طلع شو بدي هون؟ احفظي لي هذا الامر اللي بدي اكتب لك اياه اللي هو بسميه lower sum. شايفتي؟ lower sum. شو الفانكشن اللي بدك اياها؟ بدي اف. ما كتبت اكس تربيع، كتبت اف. شو الستارت بوينت؟ بدي اياها اي اللي هو الانترفال تاعك. والاند بوينت بي. مزبوط. طيب شو السي؟ طولي بالك. السي قديش بدك تعمل بارتيشننج؟ اها تقسيماتك نمبر اوف ريكتانجلز على التقسيمات تي. تمام هيك اعملي. انت خلينا اكبر شوي، انا شايفه صغير الخط. كويس هيك اوضح. هيك اوضح. طيب ممتاز. الان بدي اجي اتحكم في الاي والبي والسي شويه انه من وين لوين تمشين. طلع باجي على الاي بعمل رايت كليك عليه بروح على البروبرتي تاعتها. هي شغالة من سالب 5 إلى 5. خلي الانكريمنت 0.5. ماشي. هاي خلصنا من الـ A. نيجي على الـ B. خليها تتحرك من وين لوين. هذيك من سالب 5 إلى 5 صح؟ إذا هاي خليها تيجي من 6 إلى 10 والانكريمنت 0.5. طب ليش كعملت انا؟ عشان اتحكم في الاي طلعي تيجي سالب وموجب، والبي دائما تكون اقل من اي. فهمتي كيف انا حطيتها انه البي بدت من 6 ليش؟ اقل من اي. عشان تظلها اقل من اي. الان السي هي هاي اللعبه اللي فيها بدي العب فيها. السي قديش شغالة من سالب 5 ل 20؟ لا ما بديها من سالب 5، يبديها من 1 الماكسيمم خليها 1000. شو رايك؟ نشوف بس هلا خلينا نثبت انه من عند سالب 4 لعند 6، او اذا بدك خليها من عند 1 او من 0 لعند 6. خلينا ننزل بالاقتران كله تحت بس عشان تبين اكثر. هيك شايفي احسن؟ واضح. واضح. طبعا بتقدر تعملي زوم اذا بدك، زوم اوت. بتشوفيها احسن. هلا
امسكي لي اللي هو البارتيشنينج هذولا زيديهم. اه صارت المساحه تحت المنحنى. المساحه تحت المنحنى وبتحكم فيها زي ما بدي. هسا الحلو فيها انه انا لو غيرت الاي طلع شو بيسوي؟ بيزيد لي الانترفال من جد. ايوه لانه غيرت الانترفال. طب لو صار هيك كمان بلعب فيها هيك تمام. بدك توري اكثر يعني يعني هاي مثلا شرح ممتاز ربط على المساحه يعني ربط رائع جدا مع المساحه. طب في كمان شيء اسمه الابر يعني ابر سامز يعني هذا عمل لور سامز يعني المجاميع السفلى. بدك المجاميع العليا كمان بيعمل لك اياها. بس لما اعمل الانبوت بدخل الابر سام له. ايوه ابر سام وبنفس الطريقه يعني انت بتقول لهم انه انا بقدر احسبه يا اما بالمستطيلات اللي تحت المنحنى او بعمله بالمستطيلات اللي وين اللي هي الابر سام. ليش مش راضي ياخذها لوور؟ انا كتبت صح هذه كده يمكن لازم كابيتال كان هذا بالبي. ايوه ابر سام نفس الشيء حطي اف. طب انا ليش حطيت اف؟ عشان لو غيرت اكس سكوير ما تتغير معي. عرفتي كيف؟ هاي اي هاي بي وهاي سي. اذا هو لاحظ انه هو قاعد بربط بين البرمجه مع الماث بشكل قوي جدا. اعمل سي دير. طبعا انا بقدر اجي عد هاي مثلا اغير اللون خليه مثلا لون ايش احمر وخلي الاوبسيتي تاعته شوي عالي هيك يعني. هلا بقدر اجي اخفي اللي تحت اللور سامز واظهر الابر سامز. اخفي الابر سامز واظهر اللور سامز. هيك صار تول قويه جدا انك تتحكمي فيها حتى طلع المساحه تحت المنحنى. يعني هاي قويه جدا. هاي بدك على الكونيك سيكشنز كمان هاي اللي حكت عنها مثلا اوريك كيف انه انا بعمل تريسينج مثلا بدي اوري انه النقطه التي تتحرك بحيث مش عارف ايش. طب انا هنا جيت شغلت ايش الاليبس هاي يعني. بختار اليبس هاي رسمت اليبس تمام. الان شو باجي باجي على الاليبس شو بسوي؟ بجيب نقطه هون على سيب. ما انت بدك اياه انت البعد انك تجيبي قطعه مستقيمه هون توصلي بين سي وبي بين سي وتوصلي بين سي واي. بعدين بدك توصلي خط يمر بنقطتين هذول وتجيب الانترسكشن بوينت صح؟ انت فاهم شو قاعد بسوي انا؟ انا قاعد بمشي على تعريف القطعه الناقصه لعندهم تمام احنا امورنا صح؟ الان شو بسوي؟ بروح بخفي اللاين وبخفي الاوبجكت هذا وبخفي اللي بدك اياه بخفيه يعني وبحرك مين؟ سي وبعطيها انه تريس كمان. ايوه وبعمل لها ايش؟ موف. طب ليش ما تحركات سي؟ هاي بتتحرك. بس ليش هيك؟ ليش ليش تخربط؟ ليش عشوائي؟ انا بقول لك ليش؟ لان هي نقطه من نقاط المنحنى. اذا ايش لازم اسوي؟ طلع شو بسوي هسه هي باجي بخفي السي شايفي ما بمسحها بخفيها بس. طب مش انت ضفت نقطه على السي؟ طولي بالك. لا ما ضفت طولي بالك بس بخفيها وبجيب نقطه ثانيه من عندي غير السي هاي نقطه اف. لا كده تحركت. لا بدي اتحرك انا بدي واحده ثانيه غيرها. انا هذول شيليهن عفوا هذول شيليهن ظل بخربطن للدنيا هسه. جيبي نقطة واقع على المنحنى أي نقطة ووصل القطع المستقيمة بعدين أوصل. بالضبط بعدين حركي هسه ما بصير يتخربط هيك. ما بتخربط هسه. اخفي الإليبس واعملي له البوينت هاي تريس اون واعملي لها انيميت اون رسمته بالدقة طبعا بتكون موصله
هي على اساس انه يعرف انه المجموع هذول مجموع المسافتين بيساوي مسافه مين اي دي. هذا تعريف. وحتى لو حركتي هون مثلا اي وبي هم اللي في، لو حركتي اي وبي تلاقي التريسنج شو بيسوي؟ بتغير بناء على حركته. طبعا راح يتغير بناء على حركته. في افكار كثيره صراحه. انا بنصحك اذا بدك تشوفي يعني فوتي على الموقع نفسه، الريسورسز تاعتهم رهيبه. يعني عندهم شغلات حلوه. وفي عندي انا اشياء انا راح كثير يعني كويسه. تفيد المدارس بشكل كبير. حتى اذا بدك شيء للاساسي للصغار موجود. القيمه المنزليه، مش القيمه المنزليه. شو هون عامل مثلا النهايات. مفهوم النهايات يعني انا كيف النقطه هاي بتتحرك، لما بتتحرك شو بصير تغيير، النقطه اللي بتتحرك شو بصير تغيير، شو معنى نهايه من اليمين، شو يعني نهايه من اليسار، مفهوم المشتقه مثلا. القصص هذه كلياتها موجوده يعني موجوده بشكل واضح سواء بالانجليزي او بالعربي مليان. مثلا هذا برضو انا من الموضوعات اللي بحبها كثير، هذا مفهوم ارتفاع المثلث. انا بركز كثير على الكونسبتس. شو يعني، شو يعني ارتفاع المثلث؟ يعني هذا المثلث شو يعني ارتفاعه؟ المسافه الواصله بين الراس والقاعد، اقصر مسافه بين الراس والقاعد. هاي المشكله. او العمود النازل من الراس. ما هو مين الراس ومين القاعده؟ ما هو المثلث. بس اذا مبدا مساف، اذا من مبدا بدنا نجد المساحه ما بتفرق اني اخذ القاعده الف باء الف جيم باء جيم عادي. ما سالتك عن المساحه، خشيت لي بموضوع جديد انت. انا بسالك شو يعني ارتفاع مثلث. طب خلص بلاش نحدد انه من الراس، من اي نقطه الى القاعده المقابله له، ضلع المقابل. يعني هسه وصلت، لو وصلت من هون هيك وصلت على المقابلة له هياتها ألف جيم. لا مش المقابلة، على باجيم، على باجيم اللي مش واصل فيهم، يعني النقطة الخارجة بدها تكون عن القطعة. يعني أشوف فهمت منك ولا شيء. يعني مثلا من ألف على باجيم، هيني موصل من ألف على باجيم هياته وصلت ألف جيم. لا بده يكون بعد عمودي، البعد العمودي ارتفاع بعد عمودي. منتصف، منتصف باجيم. لا مش شرط منتصف. لا مش شرط منتصف، المهم ان تكون عمودي. القطع، القطعة المرة في العمود النازل من الرأس إلى القاعدة. طب وهيك من باء هيك بده يكون خارج، رح يكون خارج باجيم على الامتداد تبع باجيم. هيك تعريفك ضرب. شوفي طلعي هون، أنا بقدر أعتبر أي ضلع قاعدة، خلنا نعتبر باجيم من القاعدة. الارتفاع هو طول القطعة السوداء. هاي المنقطة. إذن هي طول العمود النازل من الرأس المقابل للقاعدة أو للضلع من أضلاع المثلث أو امتداده. صح؟ الأسود هذا اللي عليه علامة القائمة هو الارتفاع، صح؟ بالضبط. طب لو اعتبرنا ألف جيم القاعدة، وين الارتفاع؟ العمود النازل، العمود النازل من باء على ألف جيم أو امتداده. أيوة. انتبه كيف غير الحكي. طيب لو اعتبرنا القاعدة الخضراء ألف باء بيكون من جيم على ألف، من جيم نفس الطريقة. إذا هيك المفهوم صار مضبوط. طيب لو عملناه هيك صار مثلث له ثلاث قواعد وثلاث ارتفاعات، صح؟ صح. طيب لما يصير قائم صاروا الأضلاع هم القاعدة والارتفاع في نفس الوقت، صح؟ حالة الخاصة أنه يصير قائم. إذا صار قائم شو بصير عندك؟ بصيروا الأضلاع هم قواعد وارتفاعات في نفس الوقت. وبعدين لاحظ أنه كل الارتفاعات تلتقي وين؟ في نقطة واحدة. طب سؤال، في علاقة بين الارتفاعات ولا ما في علاقة؟ هاي نظرية ممكن تطلع. تعرف النظرية عنها؟ العلاقة بين ارتفاعات المثلث غير إنها تلتقي بنقطة واحدة؟ متساوية؟ لا. لا مستحيل. توازيات كأنه لا. متساوية.
هاي بيكون متساويات في حالة واحدة. لما يكون مثلا كل منها ينصف الآخر، كل منها ينصف الآخر عمودي هاي الآخر. لا لا مش ينصف، مش ينصف، ثلث بثلثين عمودي. إنه بعد بعدين ما بعرف في نظرية عليها. لا هي لا أنا درستها السنة اللي فاتت بثامن يعني مثلا هاي القطعة اللي بتحكي عن إيش هذيك الأعمدة المقامة من منتصف. لا هاي مش كل الارتفاعات هاي بتنصف، مش بتنصف، بتقسم المسافة لثلث ثلثين يعني. اللي بتحكي عنها، اللي بتحكي عنها النظرية اللي هي الأعمدة المقامة من منتصفات الأضلاع، بس هاي مش من منتصفات. طيب شو سألت؟ مش موجود النظرية. إحنا نطلعها. هاي شيء هذا بسيطنا التفكير هون. أنا هذا خطرت في بالي، خطرت في بالي ما بعرفها من زمان. اللي أنت بتحكي عنها نظرية ثانية. إذا هي حلوة للتفكير. بيختلف. شفتي كيف؟ في شغلات كثيرة. ذاك اليوم في مدرسة صار معي موقف. أستاذ الفيزياء كانوا يحلوا مسألة على إيش هالشغل ومش عارف إيش، المهم ناس إيش المسألة، فبقول لي كيف حسب مساحة المثلث مع مساحة المستطيل طالع معاه المساحات متباينة، مرة تطلع 50 ومرة تطلع 60. طب وين الغلط؟ فعندنا نفكر فيها، مثلنا على الجوجبرا، مثلنا على الجوجبرا، ولا هو أصلاً يعني الغلط كان الأعداد اللي اختارها كانت أعداد غلط، الأعداد اللي اختارها كانت أعداد مش صحيحة. هاي مشكلة كانت إنه هو اختار أعداد عشوائية، حط أعداد عشوائية بتطلع ما بتزبط. في هون طلع حاطة مثلا عن مفهوم المشتقة الأولى، في معادلات مرتبطة بالزمن، حاطت بعض المسائل اللي في الكتاب شارحها يعني بشكل فيجوال. أنت بتقدر تشتغل على هاي، ترى سهلة أسهل لك. طب بالنسبة لواجبنا الثاني ممكن نشتغل على إشي مش مرتبطة بالزمن واشتغلي عليه. طب دكتور يعني بالنسبة لواجبنا الثاني احنا رح نشتغل اشي مشتغلينه صح؟ يعني الاغلب مشتغلينه انتو هون يا ستي. فيش انت يعني مش رح تخترعي لي هسه اختراع، ما قلت اخترعي انا، يعني انا حكنت حاطة ببالي المحل الهندسي انت عامل عليه. هو انا لحالي عامل عليه، ما كل العالم عامل عليه. يعني عادي اني اشتغل شغل مشغول عادي، اما انا هيك كنت بدور من فكرة جديدة يعني. لا لا ما في مشكلة، بس انت ممكن يكون استخدامك له بطريقة مميزة، عرفتي كيف؟ وانت ما راح تخترعي لي اشي، مش طالب منك تخترعي اشي. انا بقول لك شوف الوسائل الموجودة، لربما شيء يعجبك تحوري عليه شوي، انت تستخدمي بطريقة مميزة يعني طريقة مختلفة شوي، عرفتي؟ عشك تشتغلي على المحل اللي انت تشتغلي على المحل اللي انت ماله، بس ايش تشتغلي عليه؟ انه بس تكتوريهم المحل الهندسي ذاتس ات، مش انف، عندك اكثر شوي يعني. شوفي وانا بركز انا على الربط اكثر، على اني اوريه في الحياه مثلا، اوريه في مواقف مختلفه، اربط الجبر بالهندسه، عرفتي علي كيف؟ يعني ما باجي على نقطه واحده وبوقف، بحاول اني اشتغل على اكثر من جانب في نفس الوقت، هون بصير الابداع. هيا شفتيها الانيميتد جيف؟ هيا اللي طلع لي اياها، خلينا نفتحها والله نشوف كيف طلعت بعد ما صلوا ساعه بيسوي لنا فيها. طب لاحظين شو قاعد بصير؟ تغير الجوال، قاعد تتحرك لحالها، ترى مش انا اللي بحرك، هي قاعد تتحرك لحالها، بس انا ما بقدر اتحكم فيها هون، هي مجرد صورة متحركة مش أكثر، قاعد بغير بالألفة بس. بس إحنا بالواجب مش محتاجين إلها لأنه راح نشتغل على الكمبيوتر. لا ما راح تحتاج، أنت اشتغلي، أنت حطي لي الجوجبرا نفسه أنا بقبل. ولو ترفعيه على الموقع بيكون أحسن، يعني لازم ترفعي لي على الموقع، أنا بدي إياه هون ينرفع، يعملي أكاونت إليك وارفعيه بالريسورسز، بتعملي لي شير إله، لأنه بدنا أي واحد يفوت عليه من العالم يقدر يشوفه. فأنت عندك هسه خيارين، يا اما تفوتي على الكالكولس هون مثلا تستكشفي من الكالكولس موضوعات معينه، مثلا فانكشنز ليميت انتجرالز، بدك انتجرالز مثلا، شايفي ايش بدك؟ ديفينيت انتجرال او الاريا، هياتوا في شغلات حلوه وانا مسوي، طلع لينكث اوف سيرفيس، ما
بعدين مو شرط على المدارس ترى، انت ممكن تعمل شيء للجامعه مثلا، شيء لمستوى كاكوس متقدم. في كمان نقطه شفتها على اليوتيوب بس ما عرفتش كيف اطبقها، اللي هي اللي هو لما نعمل مثلا انه الشيء المجسم الناتج من دوران متلقى قائم الزاويه هو مخروط. شفت اكثر من فكره زي هيك، مستطيل بينتج عنه اسطوانه. نفس فكرة الأنيمات ولا في شيء ثاني؟ لا لا، هون بدك تعمل فيو على 3 دايمنشن بالأول. هون دخلت بمتابعة عشان بشتغل مجسمات أنا. أيوة طلعي هسا، طلعي هون شايفة؟ هون أقول له قاعد بشتغل على مستوى واحد. خلنا نوقفه هذا بالعشرة اللي يتحرك. شايفة هون صار يشتغل على إيش؟ على مستوى واحد. أنت ترسم أو شيء فانكشن، بعدين بتصير تعملي سيرفيس عليها، سيرفيس أريا. أنا صراحة سويتها مرة بس نسيت كيف. بس أنت إذا دخلتي على اليوتيوب في منهم شارحين كيف. هيا Solid of Revolution Shell Method، طلعي هاي. إذا دخلنا عليها يوتيوب جيجبرا، يوتيوب جيجبرا. أفا غلطت أنا. هاي View Activity. شوف هاي مثلاً مسوية. شوف عامل لك يا هون ورابطها مع الانتجريشن تاعها، ملاحظه؟ شو اللي عامله بالضبط؟ هو راسم 2 دايمنشن على الجراف 1 وعامل 3 دي هون، كيف بيطلع؟ عامل لها دوران كمان، عامل لها دوران بالضبط. هلا هون انا اوريك شغلي هون مثلا، انا ب 3 دي صح؟ لو جيت كتبت له هون ارسم لي مثلا اكس سكوير، لحظة شوي، x سكوير بلس y سكوير. قبل ما أخلص تقدر تتوقع لي شو راح يطلع الشكل؟ خلص طلع. لا لا لسه، يساوي z. طلع كيف؟ تلاحظ كيف صار؟ بس لو جيت تحلليه، طب ليش طلع هيك شكله؟ لانه اكس سكوير بلس واي سكوير شو بيطلع؟ بيطلع دائره يساوي واحد، بعطيك دائره نسخ طولها واحد، بعدين يساوي اثنين، بعدين يساوي ثلاث، فاخذ زد فاليوز معين. فهو غير لي بزد دوائر شو مالها متراصه، كل ما بتكبر نسخ طولها. يعني بتقدر تعتمدي على اشياء زي دكتور معقول مفهوم الدوران هاي السهم الدائره وفيها سهم، هذا بيعطيني دوران؟ في دوران، انا ناسي كيف بسووها بس اذا بدك بدور لك عليها. لا لا هذا قصدك؟ لا 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 مالوش دخل هذا، مش هو. لا بس اتوقع انا لو ادخل بجيب لك اياها بسرعه، لاني سويتها مرتين ثلاث سويتها انا ولعبت فيها، يعني حركتها. شايف هي السيرفيس هنا هاي، بس اشتغلت هون حركي هاي، تلاحظ شو قاعد بسوي؟ بعبرك الشيل ميثود. وفي واحدة اللي هي الريفوليوشن بيعطيك يعني مثلا انه المستطيل لما تحركيه طلع هاي زي هاي، طلع كيف. انت بدك زي هاي صح؟ تقريبا. كيف سوى هاي؟ اذا عندك بطلع لك اياها سهلة مش صعبة، انا سويتها كذا مرة. خلص احنا معناته بما ان فهمنا للبرنامج خلال هذا الاسبوع بنكون قررنا شو بدنا نشتغل الواجب ونورجيك ان شاء الله. لا تعقديها، يعني انا ما عندي مانع تستخدمي شيء انت بتعرفيه، عارفه كيف، بس استخدميه بطريقه نوعا ما يعني فيها ابتكار. يعني مش ضروري انت تخترعي هسه، شو وقته هذا صح؟ والله ما زي هاي، بدك زي هاي طلعي طلعي. ايوه بالضبط. هاي سهله هاي. طب كيف بدنا نكتشفها؟ كيف هاي بنزلها وبروح على البروتوكول تاعه بشوف كيف سواها. عرفتي كيف؟ طب انا نزلتها، بس نزلتها يوتيوب ما نزلتها على لا جيجبرا. لا مش يوتيوب، بنزلها انا جيجبرا. لازم يكون عندي حساب على جيجبرا؟ لا طبعا لازم يكون عندك حساب. طب خلص معناته بدنا ننشئ حساب. اعمل حساب بالضبط، انا هذا اللي بنصحك اياه، اعمل حساب انت ونزليها. في منهم حتى على جيجبرا شارحين هاو. على اليوتيوب عفوا، شارحين كيف. فانت بتقدر تعمل الفانكشنز وتصير تلعبي فيهم. انت بدك زي هاي. وانا ما عندي مانع تستخدمي شيء معمول.
من الأشياء يعني يكون جاهز، مش شرط أنت تخترعيه يعني، عرفتي كيف؟ خلص إن شاء الله. لكن إيش تسوي فيه؟ إنه أنت في الدي آي دي موديل تاعك إنه كيف وظفتيه؟ ممكن تأخذ من الكتب، من الجامعة، يعني إحنا مش بالضرورة يعني نكون للمدارس. anything. أوكي هيك؟ تمام دكتور، يعطيك العافية. مليان ترى البرنامج، يعني أنا أعطيتكو شعرة منه صراحة، مش المهم عرفنا نتعامل معه يعني على الأقل. على الأقل أيوة كويس هيك. يلا.